ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ أنا تسنيم جمال من الفرقة الخامسة. يا رب يكونوا كويسين وماشيين معانا كويس في الكورس وفي كل المواد، يعني في الفسيولوجي والفارما وكله. احنا المفروض الفيديو ده هيبقى آخر حاجة خالص في النظري بتاع الفسيولوجي، وبعد كده هيبدأ شرح العملي بقى. احنا عندنا المفروض نسمع الفيديو ده امتى؟ بعد ما نكون ذاكرنا المحاضرة اللي فاتت. انهي المحاضره اللي فاتت؟ اللي هي كانت عن الريستنج مارين بوتنشال والاكشن بوتنشال، جزء الاكشن بوتنشال. دول الشرح هيبقوا اتشرحوا في الكليه. المفروض بقى بعد ما نسمعهم ونذاكرهم كويس، خاصه جزء الاكشن بوتنشال، يعني نبدا نسمع الفيديو ده، عشان هيبقى ايه ده اخر حاجه خالص بقى، وايه ومش هنفهمه الا لما نكون ذاكرنا ايه الاكشن بوتنشال. ماشي، يبقى كده خلاص عرفنا هنسمع الفيديو امتى. يعني لو انت ما ذاكرتش لسه المحاضرة اللي فاتت، لا هتذاكرها الاول وبعد كده تيجي تسمع الفيديو. ماشي، هو ان شاء الله مش هنطول يعني في الفيديو ده، وزي ما قلنا هيبقى اخر حاجة خالص في ايه، في النظري. بصوا، احنا المرة فاتت وقفنا في المحاضرة اللي شرحت في الكلية، اخر حاجة وقفنا عليها اللي هي البروباجيشن اوف اكشن بوتنشال، ازاي الكهرباء بتتنقل في النيرف فايبرز. احنا المفروض عندنا النيرف اصلا النيورون اللي هي الخلية العصبية، دي عبارة عن السيل بادي اللي هو جسم الخلية، وبعد كده النيرف فايبر. النيرف فايبر ده بقى هو اللي بيتنقل فيه، اللي هو جزء ده هو اللي بيتنقل فيه الكهرباء عشان تروح للخلية اللي بعدها وهكذا، او تروح للمسل، اي حاجة يعني. المهم اللي بيحصل فيه البروباجيشن هو النيرف فايبرز. فالنيرف فايبرز دي في منها، عرفنا ان في منها نوعين، في اللي هو المايلين، في حاجة اسمها المايلين شيث اللي هو غلاف المايلين دوت، بيبقى محوط النيرف فايبر كده. في النيرف فايبر اللي حواليها المايلين شيس دي اسمها المايلينيتد، والنيرف فايبرز اللي مش حواليها مايلين شيس اسمها ان مايلينيتد. وده قلنا بيتنقل فيه كهرباء بطريقه، وده ايه بيتنقل فيه كهرباء بطريقه تانية. طيب، وعرفنا ان الاسرع فيهم هو المايلينيتد، لان الكهرباء بتتنقل بتوين النود اللي بتوين النودز اوفرون فير، اللي هي العقد دي، اللي هي المسافات بين اللي هي المسافات دي اسمها النودز اوفرون فير، وده المايلين شيس. الكهرباء بقى بتتنقل في النيرف ده بتوين النوز اوفرون فير، فبتبقى اسرع، كانها الكهرباء بتنط كده، اسمها سالتاتوري كوندكشن. ده الكلام ده كله قلناه في المحاضره ايه اللي فاتت. فبالتالي الكهرباء بتتنقل اسرع في المايلينيتد ايه فايبرز. ده عشان نبقى ايه متخيلين المقارنه اللي علينا دلوقتي. طيب، نيجي بقى، هم قسموا النيرف فايبرز ديت لثلاث انواع، تايب ايه وتايب بي وتايب سي. مش على حسب ايه، وبيقول لك على حسب في مايلينيت ولا في مايلين شيث ولا لا، وحسب الثيكنس، يعني هي هل هي ثيك النيرف فايبر ده تخين ولا ثين رفيع. فعندنا تايب ايه اللي هو بيبقى ثيك ومايلينيتد، وتايب بي ثين ومايلينيتد، يبقى الاثنين دول ايه مايلينيتد، يعني حواليهم مايلين شيث، يبقى تايب ايه وبي مايلينيتد. انما سي ده ان مايلينيتد، ما عندوش مايلين شيث. طيب، تايب ايه هو الوحيد اللي ثيك، النيرف فايبر بتاعه تخين، الدايمتر بتاعه من 2 ل 20. هو الارقام مش مهمه قوي يعني، عشان ما ندخلش نفسنا في تفاصيل فرعيه تشتتنا عن الايه، عن الحاجه الاساسيه يعني. المهم نعرف ان تايب ايه ده بيبقى ثيك، النيرف فايبر بتاعه تخين، انما تايب بي وسي بيبقوا ثين. يبقى احنا عرفنا دلوقتي انهي فيهم مايلين شيث، تايب ايه وبي هما اللي مايلينيتد، انما سي ان مايلينيتد. طيب، تايب ايه ده بيبقى هو الوحيد اللي ثيك والباقيين ثين. برضو عاوزين نتفق على نقطه تانية، ان تايب ايه دوت اقوى حاجه واحسن نيرف، يعني احسن نيرف ينقل الكهرباء هو تايب ايه، وبعد كده تايب بي ده نص نص، وتايب سي دوت اقل حاجه بتنقل الكهرباء. ده ايه عشان لما نيجي نقارن بينهم، يبقى تايب ايه هو احسن حاجه، وبعدين بي ده نص نص، وتايب سي ده اقل حاجه. ماشي، يبقى احنا قلنا اصلا المايلين شيث ده حاجه حلوه في نقل الكهرباء، فبالتالي سرعه النقل الكهرباء فيه بتبقى ايه عاليه، من 10 ل 120. قلنا مش لازم نحفظ الارقام او يعني هنا، بس نعرف ان تايب ايه دوت ايه اسرع واحد يعني، وبعد كده بي اقل شويه، وبعد كده تايب سي ده اقل حاجه خالص. ماشي، طيب النيرف امبلس بتبقى، احنا عارفين ان شكل الامبلس في الاكشن بوتنشال، هجيب لكم رسمه اهي. عندنا رسمة الاكشن بوتنشال مثلا بتبقى طالعة كده وبعد كده نازلة كده، الكلام ده شرح المرة اللي فاتت. بيبقى في حاجة اسمها الماجنتيود اللي هو ايه كهرباء كام فولت يعني بالملي فولت، ده اسمها الماجنتيود او ارتفاع الاكشن بوتنشال. وفي حاجة الديوريشن اللي هي التايم اللي هو بالعرض. فبالتالي بيقول لك ان تايب ايه دوت احسن نيرف، يعني اسرع نقل كهرباء، يعني اقل وقت، وفي نفس الوقت بيبقى كمان بينقل الكهرباء عالية جدا، فبالتالي هاي ماجنتيود. يبقى بالتالي هاي ماجنتيود وشورت ديوريشن. ماشي، تمام. يبقى الخط البنفسجي ده اللي هو بتاع تايب ايه
ده بيبقى نقل الكهرباء فيه بيبقى هاي، مكتوب عليها حتى تايب ايه، بيبقى هاي ماجنتيود وشورت ديوريشن. طيب نمسح دي خالص ونيجي لتايب للنيرف اللي هو تايب بي، اللي هو الفايبر اللي تايب بي ده بيبقى متوسط، يعني قلنا ده بيبقى نص نص في كل حاجة، اللي هو الخط الاحمر اهو ده بيبقى ايه متوسط، اقل شوية من ده بيبقى مودريت ماجنتيود ومودريت ديوريشن. طيب تايب سي اللي هو الازرق ده، ده بيبقى شايف قصير خالص يعني على الفولت بيبقى قصير، يبقى شورت ماجنتيود وفي نفس الوقت لونج ديوريشن، يعني واخد وقت طويل قوي. طيب يبقى معنى كده ان تايب ايه ده احسن واحد، بيبقى بينقل كهرباء عالية قوي في وقت قليل، وبعد كده تايب بي ده بيبقى نص نص، وبعد كده تايب سي بيبقى ده اقل واحد، بيبقى شورت ماجنتيود بينقل كهرباء قليلة في وقت طويل، اللي هو ايه شورت ماجنتيود ولونج ديوريشن. هو هنا في الجدول هي بس في الداتا هنا مكتوبه غلط، هصلحها قبل ما ابعتها لكم. دي اسمها دي اللي تبقى لونج ديوريشن، بياخد وقت طويل، ماشي هصلحها قبل ما ابعتها لكم يعني ان شاء الله. طيب ده سنسيتيف لايه، يعني ايه الحاجات بقى اللي تاثر على النيرف بقى، تايب ايه وتايب بي وتايب سي. طيب ايه قلنا ده احسن واحد واكتر واحد بينقل الكهرباء، وبينقل الكهرباء كتير في وقت قليل وكده، فبالتالي ده احسن حاجه، فعشان حاجه تاثر عليه او حاجه تمنع نقل الكهرباء فيه لازم تكون حاجه قويه او زي ديب برولونجد بريشر، لازم يكون في ضغط جامد على النيرف، حاجه ضغطه على النيرف لوقت طويل وبيبقى ديب بريشر عشان ايه، عشان يمنع نقل الكهرباء فيه. طيب تايب بي ده الاكسجين، نقص الاكسجين هو اللي بيأثر عليه. طيب تايب سي اللوكال انستيزيا اللي هو تخدير البنج الموضعي، زي حقن البنج الموضعي دي بتاثر على تايب سي، يبقى المفروض ان تايب ايه ده اقوى واحد، فمحتاج حاجه قويه تاثر عليه زي البريشر، ويكون بقاله فتره طويله برولونجد، ويكون ديب بريشر عشان ياثر عليه. انما تايب سي ده اضعف نيرف، فاقل حاجه تاثر عليه زي اللوكال ايه انستيزيا اللي هي التخدير الموضعي او البنج الموضعي. طيب تايب بي ده حاجه نص نص، اللي هو نقص الاكسجين هو اللي ياثر عليه، اللي هو الاكسجين ليك، او ممكن ما يجيبش كلمه اكسجين ليك، يجيب كلمه هايبوكسيا، ماشي. فاحنا نبقى عارفين ايه الـ ايه التايبس اوف نيرف فايبرز، اللي هو تايب اي وبي وسي. تايب اي ده احسن واحد وبيبقى ثيك تخين يعني وحواليه مايلين شيز، تايب بي بيبقى ثين ومايلينيتد، وتايب سي بيبقى ثين وان مايلينيتد، وده بيبقى اضعف واحد فيهم، ماشي. تايب اي بيبقى الرسمه بتاعته بتبقى هاي ماجنتيود، بينقل كهرباء عاليه قوي في وقت ديوريشن قليله، وتايب بي كهرباء مودريت ديوريشن ومودريت ماجنتيود، وتايب سي بيبقى شورت ماجنتيود يعني بينقل كهرباء قليله وفي لونج ديوريشن بياخد وقت طويل، ماشي. طيب ايه الحاجات اللي بتاثر عليهم في التايب اي اللي هو البرلونج الديب بريشر، وتايب بي اللي هو نقص الاكسجين، وتايب سي اللي هو الايه ادويه التخدير الموضعي اللي هو اللوكال انستيزيا. طيب بيقول لك ان تايب اي في ملحوظه جانبيه، يعني ان تايب اي بس دوت بيكون طالع منه انواع، في الفا وبيتا وجاما وايه ودلتا، معلومه يعني مش مهمه قوي بس هي مكتوبه في الداتا. وعلى فكره لو حد عاوز يعني المفروض ان احنا هنذاكر من الداتا اللي انا بشرح عليها دي، هي متاخده من داتا الكليه بالظبط يعني، بس عشان ما نشتتش نفسنا في الداتا بتاع الكليه هي دي كافيه يعني جدا ان شاء الله، ماشي. كده خلصنا ايه اخر جزء بقى، ندخل بقى في الايه في الجزء المهم بتاع الفيديو بتاعنا دلوقتي، اللي هو موضوع مين، موضوع الاكسيتابات. احنا عرفنا المره اللي فاتت في الاكشن بوتنشال ان الممبرين بتاع النيرف او بتاع يعني عشان او المصل عشان يحصل فيه ريسبونس لازم يكون في عندنا بيجي حاجه اسمها الاستيمولس او المؤثر، والاستيمولس دوت بيغير في الشحنات بتاعه الممبرين، فبيحصل حاجه اسمها الايه الاكشن بوتنشال. بيقول لك بقى ايه بقى الاكسيتابيليتي دي معناها ايه، بيقول لك هو بالعربي كده مدى الاستجابه لتاثير المؤثر، يعني هل التيشو اللي عندي ده النيرف ده هيستجيب للمؤثر ولا مش هيستجيب، ولا هيستجيب بدرجه ضعيفه ولا ايه. فبيقول لك اتس ذا ابيليتي اوف ذا ليفنج تيشو تو ريسبوند تو ادكويت ستيمولس، يعني قدره التيشو اللي عندي ده اللي هو النيرف او كده ان هو يستجيب لايه للمؤثر اللي انا مستخدمين، ماشي. فحتى لو انا فهمتها بالعربي او كده ما حدش هيجي يقول لي قول الديفينيشن، بس عشان لو جت في الام سي كيو يعني يبقى معنى الاكسيتابيليتي ايه، هي ذا ابيليتي اوف ذا ليفنج تيشو تو ريسبوند تو ادكويت ستيمولس، يعني مدى استجابه التيشو اللي عندي لتاثير الايه الاستيمولس. بيقول لك ان الموست اكسيتابل تيشوز يعني اكتر تيشوز في الجسم لها قدره على الاستجابه للمؤثرات بقى سواء الكهربيه او كده هو النيرف والمسل، الاعصاب والايه والمسلز. طيب يعني ايه بقى كلمه ستيمولس او كلمه اكسيتابيليتي بقى، دي هناخدها بالتفصيل بعد شويه، بس احنا ايه بناخد شويه التعريفات اللي موجوده في الداتا.
stimulus it's a change. ايه بقى معنى كلمه stimulus او المؤثر ده؟ ده اي تغيير في البيئه او في البيئه المحيطه بالنيرف يعني يؤدي الى ان الصوديوم يدخل جوه الخليه. مش احنا خدنا في بدايه الاكشن بوتنشال حاجه اسمها الديبولاريزيشن وبعد كده الريبولاريزيشن، والديبولاريزيشن قلنا دوت بيبقى عباره عن صوديوم انفلكس يعني الصوديوم بيبدا يدخل جوه الخلايا، فاي حاجه تخلي الصوديوم يدخل جوه الخلايا يعني يحصل ديبولاريزيشن فيبقى دي اسمها ستيمولس. ماشي، فبيقول لك معنى كلمه ستيمولس ده تشينج في الانفايرمنت ذات كوز الصوديوم شانل الصوديوم تو بيجن ديفيوز انتو ايه ذا سيلز، يعني اي حاجه تدخل الصوديوم جوه ايه الخليه. طيب ايه انواع الستيمولاي بقى؟ يا اما الكتريكال يا اما كيميكال يا اما فيزيكال، يا اما كهرباء يا اما حاجه كيميائيه يا اما حاجه ايه فيزيكال. طيب الالكتريكال كهرباء، الكيميكال يا اما هرمونز او نيورو ترانسميتر يعني نواقل عصبيه، دي بتبقى مواد كيميائيه كده موجوده في ايه في الجهاز العصبي يعني، او زي الهرمونز بتعمل زي الهرمونز كده. ماشي، دي مواد كيميائيه تاثر على الايه ممكن تخلي الكهرباء تتنقل في النيرف. طيب ايه الفيزيكال ستيمولاي بقى؟ المؤثرات الفيزيكال يا اما حاجه ميكانيكال زي البريشر، قلنا الضغط اللي هو البريشر حاجه ضغطه على النيرف، او ثيرمال زي الكولينج او الورمنج ان انا اسخن البيئه المحيطه بالنيرف او ابردها، والالكتروماجنتيك اللي هو الكهرومغناطيسي زي اللايت اللي هو الضوء. فبيقول لك يعني دي معلومات يعني مش هيسالنا فيها قوي. المهم دي انواع الاستيمولاي، في الكتريكال وكيميكال وفيزيكال. طيب ايه بقى الحاجات اللي يبقى كده عرفنا دلوقتي كلمه اكسايتابيلتي معناها ايه كديفينيشن، وعرفنا كلمه ستيمولس معناها ايه. طيب نيجي بقى لايه الفاكتورز افكتنج الافكتيفنس اوف الاستيمولاي، يعني ايه العوامل اللي يعني الاستيمولس اللي عندي دوت عشان يبقى افكتيف يعني يعمل ريسبونس، ايه هو الريسبونس المطلوب عندي؟ هو ان هو يحصل اكشن بوتنشال. ماشي، يبقى اتفقنا كده ان كلمه افكتيفنس اوف الاستيمولاي يعني او يعني الاستيمولس ده يبقى افكتيف ولا لا، هل هو قادر يعمل اكشن بوتنشال ولا لا. لو قدر يعمل اكشن بوتنشال يبقى افكتيف، لو ما قدرش يعمل اكشن بوتنشال يبقى مش افكتيف. ماشي، طيب دلوقتي بقى ايه العوامل اللي بتؤثر على الافكتيفنس بتاع الاستيمولس؟ عندنا ثلاث حاجات. اول حاجه قوه الاستيمولس، هل الاستيمولس ده قوي ولا ضعيف، الانتنسيتي او الاسترينث اوف الاستيمولس. ماشي، تاني حاجه الريت اوف رايز اوف الانتنسيتي، المفروض ان احنا عندنا الاستيمولس ده بيجي وبعد كده بيبدا يتزايد تدريجيا، معدل زياده يعني قوه الاستيمولس دوت يعني مثلا الاستيمولس ده كان في الاول مثلا 5 فولت وبعد كده بقى 10 وبعد كده بقى 20 كده. فبيقول لك الريت معدل زياده القوه الاستيمولس ده كمان بيؤثر على الايه على التاثير بتاعه. تالت حاجه الديوريشن، الاستيمولس ده انا مستخدماه مده قد ايه، يعني هل انا حطيته وشلته على طول ولا سبته فتره ولا ايه، فده الايه الديوريشن اوف الاستيمولس. يبقى ثلاث حاجات او ثلاثه فاكتورز بيأثروا على الايه قوه على فعاليه الايه المؤثر. اول حاجه الانتنسيتي اللي هو قوه الاستيمولس، ثاني حاجه الريت اوف رايز اوف سترينث يعني او الريت اوف رايز اوف انتنسيتي يعني معدل زياده قوه المؤثر ده بيزيد بمعدل قد ايه في الثانيه يعني، والديوريشن اللي هو الايه مده استخدام المؤثر ده. ناخد بقى كل واحده فيهم ايه نشرحها لوحدها. اول حاجه الانتنسيتي او الاسترينث في الاستيمولس، السلايد دي بقى مهمه قوي في الام سي كيو. قوه المؤثر هو ممكن يجيب لك اي تعريف من دول ويجيبه لك ايه في ام سي كيو، بيجي كتير جدا في النظري وفي العمل. قال لك ايه بقى؟ هم راحوا قسموا المؤثرات او الاستيمولس يعني او على يعني على حسب قوته لخمس انواع. المهمه منهم يعني هم اول ثلاثة دول اللي مهمين قوي قوي يعني ما ينفعش ما تبقاش عارفهم، وهم سهلين يعني مش بقول ان هم مهمين يعني صعبين، لا هم سهلين جدا يعني حاجات اصلا بديهيات. بصوا يعني كلمه الحاجه النورمال اسمها ثريشولد، ده النورمال او الطبيعي او الحاجه المناسبه يعني اللي هتعمل اكشن بوتنشال دي اسمها ثريشولد. ماشي، فحاجه اسمها سب ثريشولد، سب يعني اقل، سب ثريشولد يعني اقل من الطبيعي، سب ثريشولد ستيمولس يعني ضعيف. ماشي، ثريشولد ده اللي هو النورمال او الطبيعي. طيب سوبرا يعني اكتر، سوبرا ثريشولد يعني اقوى من الطبيعي، فكده سهلين اهو. سب ثريشولد يعني مؤثر ضعيف، وثريشولد يعني مؤثر مناسب او مؤثر طبيعي، وسوبرا ثريشولد اللي هو مؤثر ايه قوي او اقوى من الطبيعي. طيب كل واحد بقى هيعمل ريسبونس ازاي؟ اول حاجه قال لك في حاجه اسمها الايه، سيب الحته دي دلوقتي، السب ثريشولد اللي هو مؤثر اضعف من الايه من الطبيعي، بيقول لك بيعمل نو ريسبونس يعني مش هيعمل اي تاثير. يعني المفروض ان انا الثريشولد بتاعي مثلا 20 ملي فولت ده فرض يعني،
لو جه 10 ملي فولت مش هيعمل لي حاجه، ده اسمه سب ثريشولد، مش هيعمل لي اي تاثير. ماشي. يبقى دلوقتي لو انا عندي مؤثر ضعيف يبقى مفيش تاثير. ماشي. عشان مفيش حد يجيله في ام سي كيو يقول له سب ثريشولد يروح قايل له تاثير ضعيف، يقول له هيدي ريسبونس بس ضعيف. لا، هو مفيش ريسبونس اصلا. ماشي. فمؤثر ضعيف يعني مفيش تاثير خالص، مفيش حاجه اسمها بقى مؤثر ضعيف يبقى تاثير ضعيف، لا مفيش الكلام ده. هناخد حاجه بقى بعد شويه اسمها اول اور نان رو، يعني قانون كده اسمه اول اور نان، يعني يدي تاثير يا مديش خالص. مفيش حاجه اسمها عندي يدي تاثير ضعيف وتاثير نص نص، هو يدي تاثير اللي هو الاكشن بوتنشال العادي او مديش تاثير خالص لو المؤثر اضعف من الايم الطبيعي. يبقى نيجي دلوقتي للحته اللي احنا فيها اللي هو السب ثريشولد بيدي نو ريسبونس، مفيش اكشن بوتنشال ومفيش بروباجيشن للريسبونس، يعني مفيش اكشن بوتنشال، فبالتالي الاكشن بوتنشال ده مش هيتنقل لانه ما اتعملش اصلا. ماشي. بس بيعمل حاجه اسمها لوكال ريسبونس او الكتروتونيك بوتنشال، بيعمل لوكال ريسبونس يعني تاثير موضعي كده، تغيير في الشحنات على مستوى النقطه بس اللي هو عليها الاستيمولس ده، يعني ايه حاجه لوكال ما تعتبرش اصلا اكشن بوتنشال. ماشي. فبالتالي لكن لو سالنا في الامتحان سب ثريشولد بيعمل انهي ريسبونس، نو ريسبونس، ما بيعملش تاثير. ما هو احفظها بالعربي، مؤثر ضعيف ما فيش تاثير. ماشي. نيجي بقى للثريشولد ستيمولس اللي هو ايه، اللي هو المؤثر المناسب، يعني اللي هو الادكويت، اللي هو قادر اللي هو يعمل اكشن بوتنشال. اتس ذا مينيمال ستيمولس، يعني اقل مؤثر ممكن انه يعمل اكسايتيشن للنيرف ويخليه يعمل اكشن بوتنشال. اتس ذا مينيمال ستيمولس نيديد تو اكسايت ذا نيرف اند برودوس ان اكشن بوتنشال. قلنا الفيصل عندي في ان المؤثر دوت جايب نتيجه ولا افكتيف ولا لا، هو هل حصل اكشن بوتنشال ولا ما حصلش. لو حصل اكشن بوتنشال يبقى اسمه مؤثر مناسب وطبيعي وعادي بيعمل ايه، يبقى اسمه ايه ثريشولد ستيمولس. يبقى دوت الثريشولد ستيمولس ده المينيمال ستيمولس، اقل مؤثر او اقل قوه ممكنه ان هي تعمل اكشن بوتنشال. وقلنا افترض مثلا ان هو 20 ملي فولت عشان ما نيجي نقارن بالايه بالحاجات التانية، لو ده مثلا 10 يبقى ما فيش اكشن بوتنشال. نفترض ان ال 20 هو اللي بيعمل ايه اكشن بوتنشال. نيجي بقى للايه اللي بعده اللي هو السوبرا ثريشولد، يعني اقوى من الطبيعي، produce same response as threshold. يعني دي حاجه مفاجاه بالنسبه لنا، احنا قلنا مثلا سوبرا ثريشولد المفروض يعمل تاثير اقوى من الطبيعي، مش هو مؤثر اقوى من الطبيعي يبقى يعمل تاثير اقوى من الطبيعي. لا، قال لك لا، الثريشولد والسوبرا ثريشولد بيعملوا نفس التاثير بالظبط اللي هو الاكشن بوتنشال. هو اصلا الاكشن بوتنشال ده كان عباره عن ايه، يعني مش هو عباره عن ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن، والموضوع ده كله بيحصل ليه؟ مش بسبب ان الصوديوم انفلكس وبوتاسيوم اوت فلو. طب انا عندي عدد بوابات صوديوم ثابت وعدد بوابات بوتاسيوم ثابت، هو اللي في النيرف دوت في مثلا مليون بوابه صوديوم ومليون بوابه بوتاسيوم، هل لما انا ادي مؤثر زياده بوابات الصوديوم اللي هتفتح تبقى اكتر من مليون؟ لا، ما هو ده اقصى حاجه عندي. يعني مثلا الثريشولد بيخلي مليون بوابه صوديوم يفتحوا لان دوت ايه، فيعمل اكشن بوتنشال. ماشي. طب لو انا اديت سوبرا ثريشولد هيفتح نفس المليون بوابه صوديوم، نفس المليون بالظبط هم اللي هيفتحوا، فهيعمل نفس الريسبونس اللي هو نفس الاكشن بوتنشال. فعشان كده مفيش حاجه اسمها ريسبونس ازيد ولا اكشن بوتنشال اكتر او كده. ماشي. فبالتالي الثريشولد، يبقى النقطه اللي انا عايزه اوصلها ان الثريشولد والسوبرا ثريشولد بيعملوا ذا سيم ريسبونس، يعني نفس التاثير اللي هو نفس الاكشن بوتنشال، نفس الكيرف دوت بيتعمل هنا او هنا. طيب لو انا عندي سب ثريشولد مؤثر ضعيف، هو اصلا مش هيعمل لي حاجه اسمها اكشن بوتنشال، مش هيعمل حاجه اصلا، يبقى يعمل ايه نو ريسبونس، هيعمل بس حاجه اسمها لوكال، حاجه لوكال موضعيه في الممبرين، يعني تغير في الشحنات بس على جانبي الممبرين، لكن مش عمرها ما هتعمل اكشن بوتنشال. ماشي. يبقى دلوقتي انا عندي الانتنسيتي اوف الاستيمولس، قوه الاستيمولس، عندي ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هو السب ثريشولد اللي هو المؤثر الضعيف، ده مش هيعمل ريسبونس، مؤثر ضعيف مفيش تاثير. طيب حاجه اسمها ثريشولد، ده اقل مؤثر قادر انه يعمل اكشن بوتنشال، ده اسمه مؤثر المناسب ويعمل تاثير طبيعي ومناسب اللي هو عباره عن الاكشن بوتنشال. طيب السوبرا ثريشولد، لو انا جبت مؤثر اقوى من الثريشولد ده، يعني حاجه اقوى شويه، هل هتعمل لي ريسبونس شكله ايه؟ هتعمل لي نفس الاكشن بوتنشال، نفس الكيرف ده بالظبط. ليه؟ قلنا لان الاكشن بوتنشال ده عباره عن دخول صوديوم وخروج بوتاسيوم. ماشي. دخول الصوديوم ده بيدخل من مليون بوابه مثلا، ده رقم يعني انا بفترضه، و طب المليون بوابه دول هم نفسهم هم اللي هيتفتحوا لو الستيمولس ثريشولد او سوبرا ثريشولد، هم نفس المليون ايه بوابه صوديوم، فبالتالي مهما غيرت قوه المؤثر هو ما عنديش غير المليون بوابه دول هم اللي هفتحهم وهم اللي هيعملوا لي الايه الاكشن بوتنشال بنفس الايه القوه بتاعته. ماشي.
فعشان كده الثريشولد والسوبرا ثريشولد بيعملوا ذا سيم ريسبونس. عايزه اكد على الحته دي قوي يعني، ماشي. بيقول لك مؤثر قوي ولكن التاثير طبيعي ومناسب زي الثريشولد اللي هو فوق ده، ماشي. طيب في حاجه اسمها ماكسيمال ستيمولس، دي اقوى شويه من الستيمولس، والسوبرا ماكسيمال، ودول على فكره برضو بيعملوا برضو نفس الاكشن بوتنشال عادي يعني، مش بيغيروا حاجه يعني، ماشي. يبقى دلوقتي عندنا اهم ثلاثه اللي هو السب ثريشولد والثريشولد والسوبرا ثريشولد، وكل واحد بيعمل ايه، ماشي. السلايد دي مهمه في الام سي كيو. طيب عندنا يبقى اول، يبقى احنا بنتكلم في ايه دلوقتي، اللي هو الفاكتورز افكتنج الافكتيفنس اوف الستيمولس، يعني هل الستيمولس ده يعمل اكشن بوتنشال ولا لا. اول فاكتور فيهم اللي هو قوه المؤثر. طب تاني حاجه اللي هو الريت اوف رايز اوف انتنسيتي، يعني قوه المؤثر دي بتزيد بمعدل قد ايه. والمفروض المؤثر بيجي وبعد كده بيبدا يتزايد تدريجيا عشان يعمل لي ايه، يفتح بوابات الصوديوم بالتدريج ويعمل لي الكيرف بتاع الديبولاريزيشن وبعد كده ايه نكمل، ماشي. فالريت اوف رايز بقى معدل زياده قوه المؤثر ده بيأثر لي على فعاليه الايه الاستيمولس. بيقول لك الاستيمولس بيكام افكتيف اونلي اف، يعني الاستيمولس ده عشان يبقى فعال لو الريت اوف رايز اكسيد سيرتن ليميت. في يقول لك في حد معين كده من معدل زياده زيادة قوة المؤثر لازم يبقى موجود عشان المؤثر ده يبقى فعال. طب ايه المشكلة لو هو بيزيد ببطء مثلا؟ لو بيقول لك بقى المشكلة هنا لو الكرنت اللي هو التيار الكهربي بيزيد تو سلولي، يعني ببطء جدا، بيحصل حاجة اسمها اكوموديشن، النيرف بيتكيف. يعني لو انا مثلا بزيد، المفروض ان الزيادة دي تبقى مثلا 5 ملي فولت في الثانية، وبعد كده 10 ملي فولت و20 ملي فولت، ده كده زيادة حلوة وزيادة سريعة. طيب لو انا بزيد 1 ملي فولت في الثانية وكمان 1 ملي فولت في الثانية، 1 ملي فولت 1 ملي فولت في الثانية، ده معدل زيادة بطيء جدا، فبالتالي النيرف هيتكيف على الموضوع ده، مش هيحصل له ريسبونس. يعني النيرف هيبدأ يحصل حاجة اسمها الايه الاكوموديشن، النيرف هيبدا يكيف نفسه على الزياده البطيئه دي، وبالتالي مش هيحصل اي تاثير ولا يحصل اي اكشن بوتنشال. انما الزياده السريعه ديت اللي هي الريت اوف رايز اللي هو السريع من 5 ل 10 20 30، والاقي نفسي بطلع فجاه كده، بطلع بسرعه، ما بتحصلش بقى حته الاكوموديشن دي. فبيقول لك بقى ايه المشكله هنا، لو حصل تو سلو، يعني الزياده دي ببطء جدا، فيحصل حاجه اسمها النيرف يحصل له اكوموديشن ويتكيف على الزياده دي، وما يحصلش اي حاجه، التيار الكهربي مش هيرفع، مش هيعمل اكشن بوتنشال ولا حاجه، ماشي. يبقى دي تاني نقطه اللي هو معدل زياده قوه الاستيمولس. طيب نيجي بعد كده بقى حاجه اسمها اللي انا قلت لكم عليها اللي هي اول اور نان لو. عاوز اغير اللون ده بس. بصوا نيجي بقى للحته اللي انا كنت اقول لكم عليها اللي هو اول اور نان لو، قانون الكل او لا شيء. معناه ايه؟ يا كل حاجه ياخد كل حاجه، يا ما خدش حاجه خالص. يعني يا كل حاجه يا ما فيش حاجه خالص. معناها ايه برضو الكلام ده؟ بيقول لك ايذر ذا نيرف، يعني يا اما النيرف ريسبوند ماكسيمالي اور دازنت ريسبوند ات اول. يعني يا اما النيرف يستجيب باقصى درجه عنده ماكسيمم، يا اما دازنت ريسبوند ات اول. مش احنا قلنا لو احنا عندنا ثريشولد ده اللي هو المؤثر الطبيعي اللي بيعمل الاكشن بوتنشال، قلنا لو سوبرا ثريشولد هيعمل لي نفس التاثير، وعرفنا ليه، قلنا عشان بوابات الصوديوم هي نفس العدد ما اتغيرش، فمهما اتغيرت قوه المؤثر هي نفس بوابات الصوديوم، هو نفس الاكشن بوتنشال، ماشي. فيبقى عندنا يبقى ده الماكسيمال ريسبونس، يعني الثريشولد ده بيديني الماكسيمال ريسبونس اللي هو الاكشن بوتنشال، والسوبرا ثريشولد برده بيديني الايه الماكسيمم ريسبونس اللي هو الاكشن بوتنشال. طب لو جبنا حاجه بقى زي السب ثريشولد، حاجه قليله، السب ثريشولد قلنا ده ما بيديش ريسبونس اصلا، نو ريسبونس. فبالتالي تعريف قانون الكل او لا شيء دوت بيقول لك ايذر ذا نيرف ريسبوند ماكسيمالي، يا اما يستجيب لاقصى درجه، اور دازنت ريسبوند ات اول، ماشي. بيقول لك بقى بشرط بروفايدد ذات اول انترنال اكسترنال كونديشنز ريمين كونستانت، يعني بشرط كل، بيقول لك بروفايدد ذات اول انترنال واكسترنال كونديشنز ريمين كونستانت، يعني بشرط ال دي حاجه بس عشان تكمله القانون، يعني اللي هو الحراره والانفايرمنت يعني والبريشر والحاجات اللي هي العوامل الخارجيه دي ان هي تفضل ايه زي ما هي. فالمهم ان تعريف القانون لكل او لا شيء ده هو يا اما كل حاجه اللي هو الماكسيمال ريسبونس، يا اما مفيش حاجه خالص اللي هي نو ريسبونس، ماشي. وده القانون دوت بيطبق على ايه بقى؟ بيقول لك بيطبق على السنجل نيرف فايبر، وبيطبق اللي هو السنجل نيرف فايبرز، وعلى السكيليتال ماسل فايبرز، وعلى الاتريا والفنتريكلز بتاعه الهارت، يعني اي ماسل، يعني النيرف والماسل، والفيسرال ماسلز اللي هي الايه الفيسرال تايب اوف الماسل فايبرز اللي هي بتاعه الايه السموث ماسل، يعني اي ماسل في الجسم بيطبق عليها الايه القانون بتاع الايه الاول اورنان لو ده،
فبيقول لك عشان القانون ده تطبيقه ايه بقى في الاكشن بوتنشال، بيقول لك عشان كده الثري شولد والسوبرا ثري شولد ليه تو اكشن بوتنشال، ده وده الماكسيمم، الماكسيمم ريسبونس بتاع النيرف with the same magnitude and the same duration، يعني بنفس الشكل بالظبط هو ده بيحصل سواء كان ثري شولد او سواء كان سوبرا ثري شولد regardless the strength of the stimulus، يعني ملناش دعوه اصلا بقوه الاستيمولس دي. and the sub ثري شولد stimuli lead to no response، يعني لو المؤثر دوت اضعف من الطبيعي مش هيدي ريسبونس اصلا، يعني مفيش حاجه اسمها بقى ايه ريسبونس ضعيف، هو نو ريسبونس خالص. ماشي، ده تعريف قانون الايه all or none law. طيب تالت حاجه بقى معانا في اللي هي الفاكتورز اللي بتاثر على الاسترنس بتاعه الاستيمولس، قلنا اول حاجه قوه الاستيمولس وعرفنا انواعهم اللي هو سب ثري شولد وثري شولد وسوبرا ثري شولد، وعرفنا في حاجه اسمها ماكسيمال استيمولس وفي حاجه اسمها سوبرا استيمولس. طيب تاني حاجه اللي هو الريت اوف رايز اوف الانتنسيتي، معدل زياده، وقلنا لازم يكون في معدل زياده معين عشان النيرف يحصل فيه اكشن بوتنشال، انما لو معدل الزياده ده بطيء قوي هيبدا النيرف يحصل فيه اكوموديشن ومش هيحصل اكشن بوتنشال. طيب تالت حاجه بقى معانا اللي هي الديوريشن، هل المؤثر دوت انا استخدمته وقت قد ايه او فتره قد ايه. ماشي، يبقى ده الايه ديوريشن، بيقول لك بيعرفوا البتاع ده بحاجه اسمها علاقه كده رسمه، يعني مش رسمه كده اسمها السترينث ديوريشن كيرف، يعني العلاقه بين الاسترينث قوة المؤثر وديوريشن مدة استخدام المؤثر اللي هو ايه الرسمة دي، ادي الاسترينث اللي هو فولتج ده يعني قوة المؤثر وديوريشن بتاع الابليكيشن اوف المؤثر، فهم رسموا الرسمة دي لقوا العلاقة بالشكل ده، علاقة ايه بالعكسية، علاقة عكسية يعني كل ما زاد قوة المؤثر هيبقى هيحصل ريسبونس في وقت قليل، دي حاجة ايه بديهية كل ما زودت قوة المؤثر فهيعمل الريسبونس بتاعه بسرعة في وقت قليل. ماشي، فبيقول لك هما الكيرف ده عملوه ازاي، بيقول لك ستيمولاتينج ذا نيرف، عملوا ستيمولاشن النيرف بالكتريكال ستيمولس يعني ايه بمصدر كهرباء اوف ديفرنت انتنسيتيز، يعني جابوا مصادر كهربية عشان يرسموا الرسمة دي، يعني مصادر كهربية بقوات مختلفة ويشوفوا كل واحد بيدي ريسبونس في تايم قد ايه يعني. ماشي، فبيقول لك من الكيرف ده يعني استنتجوا ان وزن ليميتس ذا سترونجر ذا ستيمولس ذا شورتر ذا ديوريشن، يعني كل ما الاستيمولس بقى قوي هيعمل الريسبونس بتاعه بسرعه في وقت قليل. ماشي، عشان كده العلاقه ايه عكسيه كده. ماشي، في حاجه بيقول لك في حاجه اسمها المينيمال تايم، ودوت بالعربي ما تعرف التعريفات دي بالعربي اسهل، بيقول لك المينيمال تايم ده اقل وقت ممكن عشان يحصل تاثير، عشان المؤثر ده الاستيمولس ده يدي تاثير. يعني ايه برضو احنا اتفقنا دلوقتي ان في علاقه بين قوه المؤثر وبين الديوريشن او التايم اللي هو اللي بيحصل فيه التاثير ده، فبيقول لك والعلاقه دي علاقه عكسيه، يعني كل ما زادت قوه المؤثر التاثير اللي هيحصل الديوريشن دي في وقت اقل. ماشي، فبيقول لك في حاجه اسمها مينيمال تايم، ودوت اقل وقت ممكن عشان يحصل تاثير، يعني انا لازم يكون الوقت ده عدى عشان يبدا يحصل ريسبونس. بيقول لك less than this time، يعني اقل من الوقت المينيمال تايم ده نفترض يعني اي رقم 5 مثلا ايه سكند، 5 سكند دول، الخمسة سكند دول اسمهم مينيمال تايم، لو اقل من الخمسة، يعني لو انا عملت ريسبونس في وقت اقل من الخمسة سكند مش هيحصل ريسبونس. ماشي، فالخمسة دي هي اقل وقت ممكن او اقل وقت لازم ان يحصل فيه تاثير للاستيمولس، مهما كانت بقى قوه الاستيمولس ده قويه لازم شويه وقت اللي هما الخمسة سكند دول او اللي اسمهم المينيمال تايم عشان يحصل الريسبونس. فبيقول لك less than this time no stimulus whatever its strength can produce a response، مهما كانت قوته مش هيعرف يعمل تاثير طالما لسه ما عدناش المينيمال ايه تايم. ماشي، طيب خلصنا من المينيمال تايم دي، نيجي لحاجه ثانيه، والحاجه الثانيه دي شبه المينيمال تايم اسمها المينيمال سترينث، يعني اقل قوه برضو اقل قوه ممكنه لاحداث تاثير، يعني مهما كان الديوريشن اللي انت حاطط فيها الاستيمولس لازم يكون الاستيمولس ده له قوه معينه او سترينث معينه عشان يبدا يعمل ريسبونس. المينيمال سترينث دي اسمها اسم الثاني الاشهر اللي هو الريو بيز، ريو بيز يعني المينيمال سترينث، وديت اقل قوه ممكنه عشان يحصل ايه افكت. فبيقول لك less than يعني less than this strength، يعني اقل من الريو بيز، لو انت اديت مؤثر اقل من كده no stimulus whatever its duration can produce a response، لازم قوه لازم المؤثر دوت يكون له قوه معينه، نفترض ان هي مثلا اي حاجه 5 ملي فولت مثلا برضو عشان يبقى شبه التاني،
يبقى 5 مللي فولت دول اقل حاجه بتدي افكت. ماشي، لو انا اديت بقى اي ستيمولس اقل من 5 مش هيدي ايه، مش اقل من 5 مللي فولت مش هيدي تاثير. ماشي، يبقى كده عندنا المينيمال تايم ده اقل وقت ممكن او اقل وقت لازم لاحداث التاثير ان ستيمولس يدي افكت، والمينيمال سترينث اللي هو الريو بيس ده اقل قوه ممكنه عشان يحصل برضو ايه تاثير. ماشي، اقل منها مفيش ريسبونس. عاوزين نشوف الكلام ده بقى على الكيرف. دلوقتي الكيرف ده عشان نفهمه عندنا ده الفولتج اللي هو الايه، نفترض ان هي الايه السترينث اللي هي قوه الايه المؤثر، ودوت الايه ديوريشن. ماشي، وعمل لك العلاقه بينهم اللي هو كيرف اللي هو رسمه ده. طيب بيقول لك احنا ملاحظين ان الكيرف مش بادئ من الزيرو، يعني مش بادئ كده ورايح كده، صح؟ سايب حته، هو طالع من فوق شويه. ليه بقى؟ قال لك لان ده بقى بيمثل اللي هو جزء اللي هو عامله، مثلا يعني ناخد الاسترينس مثلا قصادها، اهوت قصادها بادئ من اول هنا، من اول مثلا تحت 7 من 10 بشويه، ف 6 من 10 مثلا. وقال لك الخط الاحمر ده مشاور عليه بسميه الريو بيز، صح؟ ما الريو بيز دي هي المينيمال سترينث، وديت اقل قوه لازمه انه يحصل تاثير، فتحت منها مفيش حاجه اصلا، يعني تحت الريو بيز اللي هو الجزء اللي تحت ده اصلا مفيش ريسبونس ولا في اكشن بتنشر ولا في حاجه هتحصل. ده الريو بيز دي اقل حاجه خالص، اقل قوه ممكنه عشان يحصل ايه افكت، فعشان كده بادئ من عندها الايه كيرف. نيجي للناحيه للحاجه الثانيه اللي هو الكيرف بتاع الايه التايم، نازل كده 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 اهو، وايه ونزل عند حوالي مثلا ايه 1 من 10 نفترض، يعني هي 1 من 10 ايه ملي سكند. اقل من كده برضو الكيرف لسه ما اترسمش، اللي هو الخط اللي هو هنا مثلا الحته دي ما فيش فيها حاجه. ليه؟ لان احنا لسه ما وصلناش للمينيمال تايم او اقل وقت لازم انه يحصل تاثير. ماشي، فاعتقد فهمنا الحته دي يعني. طيب نيجي بقى لحاجه تانية اصعب شويه. بصوا، في حاجه اسمها الكروناكزي. انتوا هتستغربوا الكلمه قوي وهتقولوا ايه الصعوبه دي، يعني لا هي سهله جدا، احنا قلنا نعرف التعريفات دي بالعربي اسهل. بيقول لك الكروناكزي ديت ايه؟ بيقول لك الوقت اللازم لاحداث تاثير اذا كانت قوه المؤثر ضعف اقل قوه ممكنه. ايه بقى يعني انت كده صعبتيها اكتر؟ لا بصوا، لو احنا عندنا اقل قوه ممكنه اللي هي الريو بيز، صح؟ مش احنا اتفقنا على دي اللي هي اقل قوه ممكنه لاحداث تاثير اللي هي الريو بيز اللي هي المينيمال سترينث. لو احنا عندنا بقى ضعف الريو بيز دي، يعني 2 في الريو بيز. ماشي، لو احنا عندنا القوه دي، يعني عندنا قوه بالمقدار ده، ضعف الريو بيز دي مثلا 5، عندنا قوه دلوقتي 10 مثلا يعني. فبيقول لك الريو بيز بقى دي عشان تحصل دي قوه لازم يحصل لها مقابل لها حاجه على كيرف بتاع الديوريشن، يعني بتاع الزمن. فبيقول لك بقى ان الزمن اللازم لاحداث تاثير لو احنا استخدمنا القوه دي اللي هي ضعف الريو بيز دي اسمها الكروناليزي. يبقى الكروناكزي ده اسمه ده عباره عن ايه؟ عباره عن تايم. اصلا كلمه كرونو دي زي كرونيك كده، جاي من كرونيك، معناها ايه؟ تايم ديوريشن، وقت يعني، عشان ما تتلخبطش. يبقى كروناكزي دي عباره عن تايم اصلا، وقت. فبيقول لك ده الوقت اللازم لو استخدمنا قوه ضعف الريو بيز او ضعف المينيمال ايه سترينث. ماشي، ناخدها بقى على الرسمه عشان نبقى ايه اسهل شويه. ايه دي في الرسمه؟ هو عامل لك الريو بيز اهيت، الريو بيز اللي هي الخط الاحمر اللي بعرض ده، وقلنا دوت اقل قوه ممكنه، ما هو راح ناحيه الفولت اهو، ده الناحيه ده بتاع السترينث، ده بتاع الايه قوه المؤثر. ادي الريو بيز اللي هو اللي كاتبها بالاحمر دي. ماشي، الريو بيز مثلا افترض ان هي 6 من 10 مثلا، هو حاطط ضعف الريو بيز اللي هو القوه الجديده اللي هنحسب منها كروناكزي ده، ضعف الريو بيز حطها عند مثلا 1.2 من 10، ضعفها اهو. ماشي، يبقى ادي عندنا النقطه بتاعت الريو بيز، النقطه بتاعت الريو بيز، وادي النقطه بتاعت ضعف الريو بيز. احنا عاوزين نشوف التايم بقى. بيقول لك بقى كروناكزي ده عباره عن ايه؟ عباره عن التايم اللي احنا محتاجينه عشان نعمل القوه اللي هي ضعف الريو بيز ده. فنقف عند ضعف الريو بيز هنا وننزل على التايم، يبقى التايم بتاعها ايه اللي هو الرقم ده، واعمل لك عليها ده الكروناكزي. ماشي، يبقى الكروناكزي ده عباره عن تايم، والتايم المستخدم لو احنا التايم المستهلك لو احنا استخدمنا قوه ضعف الريو بيز. ماشي، اعتقد كده بقت سهله. اهو بيقول لك اتس ذا تايم نيدد باي ستيمولس سترينث باي ستيمولس سترينث دبل الريو بيز، يعني قوه المؤثر ضعف الريو بيز، تو برديوس ريسبونس اللي هو الريسبونس بتاعنا اللي هو الاكشن بوتنشال يعني. ماشي، ده تعرف. وبيقول لك يعني ليه اللفه دي بيستخدموها في ايه؟ قال لك دي بيستخدموها كمقياس للاكسايتابيلتي، يعني كميجر للاكسايتابيلتي، يعني ايه؟ وبيقول لك دي تتناسب عكسيا مع الاكسايتابيلتي، يعني كل ما كان الكروناكزي بتاع الحاجه ديت كبير فبالتالي الاكسايتابيلتي قليله، بالعكس يعني.
لان الكرونايز ده اصلا تايم، يعني لو النيرف ده بياخد وقت طويل يبقى معنى كده ان قابليته للاستجابه للكهرباء بتبقى بطيئه. ماشي. فالمهم ان احنا مش عايز ادخلكم في تفاصيل، المهم نعرف ان هي الكرونكس دي فايدتها في الحياه ان هي مقياس للاكسيتابيلتي، وتتناسب عكسيا مع الايه الاكسيتابيلتي انفرسلي بروبورشن، يعني تتناسب عكسيا. ماشي. يبقى كده عرفنا دلوقتي ثلاث تعريفات مهمه، اللي هو المينيمال تايم ده اقل وقت لازم عشان يحصل تاثير، لو اقل منه مفيش ريسبونس هيحصل مهما كانت قوه المؤثر. وخدنا حاجه اسمها المينيمال سترينث او ريوبيز، ودي ممكن تيجي ام سي كيو قوي، يعني كلمه ريوبيز وكلمه كورونكس يجوا ام سي كيو قوي. الريوبيز ده اقل قوه ممكنه لازمه لاحداث تاثير مهما كانت بقى ايه التايم اللي انت استخدمته. ماشي. والكورونكس قلنا القوه بتاعتنا بتبقى دبل الريوبيز، يعني لو استخدمنا قوه بقى ضعف الريوبيز يبقى ايه الوقت المستخدم. ادي الريوبيز اهي وادي ضعف الريوبيز اهي. طيب نشوف على التايم ضعف الريوبيز بتاعها، التايم ده اللي هو ايه سميناها الكورونكس. ماشي. ودوت بيستخدم كمقياس الاكسيتابيلتي وتتناسب عكسيا مع الاكسيتابيلتي. دي بس عشان اذان. هل الشباب معايا كده خلاص الحته دي الديوريشن؟ يبقى كده احنا بنتكلم فيه اصلا اللي هي الفاكتورز العوامل اللي بتؤثر على على الفعاليه الاستيمولاي. هل المؤثر ده هيدي افكت اللي هو الاكشن بوتنشال ولا مش هيدي افكت؟ اول حاجه قلناها اللي هي قوه الاستيمولس، واتكلمنا على وقسمناهم بقى سب ثريشولد وثريشولد وسوبرا ثريشولد، وفي بقى حاجه اسمها ماكسيمال ستيمولس وسوبرا ماكسيمال، وقلنا دول مهمين في الايه في الام سي كيو. طيب وعرفنا تاني حاجه اللي هو الريت اوف رايز اوف الاستيمولس، يعني قوه المؤثره دي بتزيد بمعدل قد ايه، وقلنا لازم تزيد بمعدل معين عشان لو اقل من كده لو هي بتزيد ببطء مش هيحصل النيرف هيحصل له اكوموديشن وهيتكيف على الموضوع دوت ومش هيحصل اي ريسبونس. وقلنا حاجه اسمها اول اور نان لو، يعني قانون الكل او لا شيء، واستنتجنا منها ان الثريشولد والسوبرا ثريشولد استيمولاي بيدوا نفس التاثير اللي هو الاكشن بوتنشال، وقلنا السب ثريشولد اللي هو المؤثر الضعيف ما بيديش ريسبونس خالص. ماشي. وبعد كده اتكلمنا على الديوريشن وقلنا السترنس ديوريشن كيرف اللي هو عملوا علاقه بتوين قوه المؤثر والوقت المستخدم عشان يحصل ريسبونس، ولقوا ان هي علاقه عكسيه، كلما زادت قوه المؤثر الوقت المستهلك بيبقى اقل، يعني بيحصل الافكت ايه بسرعه. ماشي. وخدنا ثلاث تعريفات اللي هو المينيمال تايم وده اقل وقت لازم عشان يحصل ريسبونس، والمينيمال سترنس او اللي هي الريوبيز اسمها الاشهر الريوبيز ده اقل قوه ممكنه عشان يحصل ريسبونس مهما كانت الديوريشن، والكورونا اكسي او دولنا كرونو يعني اصلا ده جاي من التايم يبقى دوت وقت، يبقى الكورونا اكسي دي عباره عن الوقت. الوقت بقى الايه هو انا مش عندي غير وقت وسترينث، يعني عندي قوه وديوريشن. ماشي. فكورونا اكسي دي عباره عن وقت، ايه بقى القوه بتاعتي لو انا استخدمت قوه ضعف الريوبيز، يعني لو انا استخدمت الريوبيز دي مثلا 5 استخدمت 10 هيحصل لي ريسبونس في تايم قد ايه؟ ده اسمه الكورونكس. طيب وده بيقول لك استخدموها في كمقياس للاكسيتابيلتي، فبالتالي فتتناسب عكسيا مع الايه الاكسيتابيلتي. ماشي. دي مواضع ايه ام سي كيو. يبقى كده خلصنا ايه جزء ده في المحاضره، ندخل بقى على الجزء الاهم اللي هو العلاقه اكتر بالاكشن بوتنشال. قوموا بقى فوقوا كده، حد لسه نايم حد نايم يصحى كده يعني. بصوا بقى ايه عندنا جزء المهم في المحاضره وهو موجود في العملي برضو. بصوا الاكسيتابيلتي تشينجز ديورنج الاكشن بوتنشال، يعني التغيرات في الاكسيتابيلتي اثناء الاكشن بوتنشال. يعني ايه اصلا اكسيتابيلتي؟ لسه قايلينها في اول محاضره، قلنا الاكسيتابيلتي ديت هو مدى استجابه النيرف ده لتاثير المؤثر، يعني هل الستيمولس ده هيدي افكت يبقى العضله دي اكسيتابل فيها اكسيتابيلتي عاليه ولا اكسيتابيلتي قليله مش هيحصل ريسبونس. فبيقول لك اتس ذا ابيليتي اوف النيرف تو بروديوس ايه اكشن تو ريسبوند للستيمولس، يعني هو مدى استجابته للايه للستيمولس بتاعنا. ماشي. هفكركم بقى بكيرف الايه الاكشن بوتنشال تاني، احنا شرحناه المره اللي فاتت وقلنا لو حد لسه ما ذاكرهاش احنا هنقولها بسرعه بس لازم تبقى انت عندك فكره عنها. يعني ده الاكشن بوتنشال قلنا عباره عن ايه، عندنا في حاجه الاول كده هو هنا بادئ من اول الليتنت فيز، في حاجه اسمها ستيمولس ارتيفاكت، في حاجه اسمها الليتنت فيز، بنبدا يعني المهم من الليتنت فيز، بعد كده الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن، وبعد كده الايه في الافتر ديبولاريزيشن وفي الافتر هايبر بولاريزيشن، ونرجع لايه للنورمال. الافتر ديبولاريزيشن اللي هو اخر تلت من هنا من الديسندنج لمب، والافتر هايبر بولاريزيشن اللي هي الحته اللي نازله وطالعه دي. وقلنا ايه اللي بيحصل بقى فيهم، اول حاجه عندنا اللي هو الايه الديبولاريزيشن ده بيبقى عباره عن كله صوديوم، الاسندنج لمب ده صوديوم
صوديوم انفلكس، يعني الصوديوم ايه بيدخل، وبعد كده الاستيرنج ده بوتاسيوم، بوتاسيوم بيخرج اوت فلو. ماشي، يبقى عندنا صوديوم انفلكس وبوتاسيوم ايه اوت فلو. طيب الصوديوم بيدخل ده من بوابات الايه، الصوديوم. ماشي، بوابات الصوديوم دي بتفتح امتى وبتقفل امتى؟ هي بتفتح في اول الديبولاريزيشن عادي. ماشي، طب بتقفل، بتقفل في في السبايك، يعني في التب هنا بتقف، بتقف بتقفل هنا. ماشي، وبتفضل بوابات الصوديوم دي قافله لحد ما نعدي اول تلت من هنا. يعني عندنا الاسندنج ليمب كل ده بوابات الصوديوم فاتحه، وبعد كده قفلت عشان خلاص الديبولاريزيشن خلص، عاوزين نبدا بقى الريبولاريزيشن اللي هو بتاع البوتاسيوم. طيب بوابات الصوديوم بتفضل قافله لحد اول تلت هنا، في نفس الوقت بوابات البوتاسيوم بتفتح من اول هنا، بوابات الايه البوتاسيوم بتفتح من اول هنا عشان يحصل الريبولاريزيشن، والصوديوم ايه قافله. ماشي، بعد كده بوابات الصوديوم بتبدا بعد اول تلت ده بتبدا تفتح تدريجي تدريجي، يعني بالبطء لحد ما في نفس الوقت البوتاسيوم هو اللي شغال في الكيرف ده، احنا زي ما احنا متفقين. بس هنا بوابات الصوديوم معظمها قافل، بس في شويه بيبداوا يفتحوا عشان بيمهدوا للخطوه، ما هو الاكشن بوتنشال ده هيحصل تاني، ما هو الكيرف ده بيحصل تاني وتالت ورابع وكده، مش واحده بس يعني. فعشان المره اللي بعدها بقى بيبدا يحصل بوابات الصوديوم تفتح كده تدريجي من بعد ما التلت ده يخلص، بس معظمها ايه لسه قافل، لان الكيرف الديسندنج ده بتاع اصلا مين، بتاع البوتاسيوم. ماشي، دي بس نقطه كده عشان هتفهمنا حاجات في الاكسايتابيلتي. طيب دلوقتي يبقى انا عندي دلوقتي هنا بوابات الصوديوم كله فاتح في الـ في الـ في الاسندنج ليمب، وبتبدا تقفل هنا عند في فوق كده، وبعد كده بتفضل قافل لحد اول تلت، وبعد كده بتبدا تفتح تدريجي ببطء جدا، يعني يعتبر اصلا ايه حاجه قليله قوي. وفي نفس الوقت بقى في الريبولاريزيشن البوتاسيوم هو اللي فاتح عشان البوتاسيوم هيبدا يخرج ويعمل الريبولاريزيشن. ماشي، وبعد كده البوتاسيوم معدل خروجه عند التلت ده هيقل شويه، بس لسه برضه البوتاسيوم ايه بيخرج. ماشي، لحد ما ده في مرحله الايه الافتر ديبولاريزيشن، بيبقى الافتر ديبولاريزيشن دي بتمثل اخر تلت من الديسندنج ليمب، اخر تلت ده اسمه الافتر ديبولاريزيشن. وبعد كده يحصل حاجه اسمها الافتر هايبر بولاريزيشن، يعني بسبب ان البوتاسيوم بيخرج بقى كتير، ما هو اصلا اسمها الكيرف ده اسمه الريبولاريزيشن، يعني اصلا الريبولاريزيشن اللي هو الاستقطاب، اعاده الاستقطاب بقى اللي هو الريبولاريزيشن. في دي بقى مرحله اسمها هايبر بولاريزيشن، يعني بولاريزيشن بزياده قوي. ليه؟ بسبب ان البوتاسيوم بيتراكم كتير قوي بره، بيتراكم كتير جدا جدا جدا، فبيعمل حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن، يعني استقطاب زياده قوي. ماشي، بس المرحله دي مؤقته وبترجع، بتبدا ترجع الايه للطبيعي، ايه الممبرين بوتنشال اللي هو ايه الطبيعي تاني. ماشي، فده كده الاكشن بوتنشال، واحنا شرحناه قبل كده، لو حد لسه ما ذاكروش يروح يذاكره قبل ما نبدا موضوع الاكسايتابيلتي. ايه بقى اللي انا هشرحه بقى في الحته دي؟ يعني بيقول لك انا بقى عاوز اعرف في كل مرحله من دولت، في كل مرحله منهم ايه اللي هيحصل، او ايه التاثير اللي هيحصل على الاكسايتابيلتي. يعني هل لو انا اديت مؤثر هنا، او اديت مؤثر جديد، مؤثر جديد غير اللي موجود، مؤثر جديد هنا، مؤثر جديد هنا، مؤثر جديد هنا، هل هيدي تاثير ولا لا، او هيدي تاثير شكله عامل ازاي، اللي هو ايه قابليه ما احنا قلنا الاكسايتابيلتي دي اللي هو قابليه النيرف انه يستجيب لمؤثر اثناء بقى الاكشن بوتنشال، يعني اثناء حدوث الاكشن بوتنشال ده ما بيحصل، وانا اديت مؤثر جديد والاكشن بوتنشال الحالي ده لسه شغال، وانا جبت مؤثر جديد وحطيته في اي مرحله من دول، عايز اعرف بقى المؤثر ده الاكسيتابيليتي شكلها ايه، هل العضله النيرف هيستجيب ولا مش هيستجيب. ماشي، فده اسمه ايه الاكسيتابيليتي تشينجز اثناء حدوث الاكشن بوتنشال. فبيقول لك بقى ايه ديورنج اللوكال ريسبونس ولحد الفايرنج ليفل. مش احنا عارفين ان في حاجه هنا اسمها ان اللوكال ريسبونس دوت الليتنت فيز واللوكال ريسبونس، وبعد كده بنوصل للفايرنج ليفل هنا اللي هو الرقم اللي هنا اللي هو -55، والرقم دوت بقى عنده الفايرنج ليفل دوت بيكون عنده كل بوابات الصوديوم اللي موجوده بتفتح، فعشان كده الكيرف بيطلع بسرعه قوي ويعمل الديبولاريزيشن. ماشي، فلحد ما نوصل للفايرنج ليفل اللي هي الحته دي، لو انا اديت مؤثر في الحته دي ايه اللي هيحصل؟ كده يعتبر انا في شويه بوابات صوديوم فاتحه اللي هو اللوكال ريسبونس ده، في بعض بوابات الصوديوم ايه فاتحه، بعض الصوديوم ايه فاتح، بس انا عشان اوصل للفايرنج ليفل لازم تكون كل بوابه، يعني اول ما اوصل للفايرنج ليفل كل بوابات الصوديوم هتفتح. فلو انا اديت مؤثر في الوقت دوت هيقوم فاتح لي كل بوابات الصوديوم، كاني اديته زقه، يعني كان النيرف ده اديته زقه كده، هو ماشي بالراحه بالراحه في اللوكال ريسبونس ده، ماشي على مهله قوي، فانا رحت مديه زقه اللي هو الاستيمولس الجديد، فرحت فاتحه كل البوابات،
فايه فراح عمل اكشن بوتنشال، فبالتالي الاكسيتابيلتي هنا عاليه، يعني هو هنا قابليته للاستجابه ايه عاليه. ماشي، يبقى كده الايه رسم حتى عامل لك قصادها، وعامل بقى في الكيرف اللي تحت ده يعني كل حته قصادها شكل الاكسيتابيلتي كيرف بتاعها ايه، يعني ده الاكسيتابيلتي وده الاكشن بوتنشال. ماشي، يبقى ده اللوكال ريسبونس لحد وصلنا للفايرنج ليفل. لو انا اديت ستيمولس في الوقت دوت هيعتبر كاني بدي زقه للنيرف، يعني بفتح كل البوابات اللي فاضله، فبعمل ايه، فالاكسيتابيلتي بتاعتي هنا ايه عاليه. ماشي، يبقى كده الاكسيتابيلتي عماله ايه تزيد لحد ما وصلنا للفايرنج ليفل. طيب انا وصلت دلوقتي للفايرنج ليفل، وقلنا الفيصل بتاعي ان كل بوابات الصوديوم ايه فاتحه، يعني عندي مليون مليون تشانل هم كلهم ايه فاتحين لحد هنا. خدنا الاسندنج ليمب واول تلت من الديسندنج، قال لك الحته دي على بعضها كده اسمها الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. يعني ايه؟ يعني ايه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود؟ يعني لو انا اديت ستيمولس هنا في الوقت ده مفيش اي ريسبونس هيحصل، مفيش حاجه هتحصل اصلا، عشان كده عامل لك الاكسيتابيلتي بتقل فجاه وتفضل مفيش اكسيتابيلتي اصلا، مفيش حاجه خالص. وبعد كده ايه لحد بقى ما التلت ده يخلص نبدا بقى نعمل ايه الاكسيتابيلتي تاني، نبدا نرجع الاكسيتابيلتي تاني. يعني بص انا بتكلم في الحته دي اللي هو الاسندنج ليمب واول تلت من الديسندنج، قصادها هنا الاكسيتابيلتي قامت واقعه مره واحده، وكمان هنا لسه بدات تتعافى بس يعتبر لسه ما فيش اصلا اكسيتابيلتي. ماشي، فالاكسيتابيلتي هنا زيرو. ليه بقى؟ ليه لو اديت ستيمولس في اي وقت من دول اللي هو بقيه الاسندنج ليمب واول تلت من الديسندنج مش هيحصل ريسبونس خالص؟ بصوا اول حته احنا عارفينها، بصوا مش احنا قلنا الاسندنج ليمب اول ما انا وصلت الفايرنج ليفل هنا كل بوابات الصوديوم اللي هم المليون بوابه الرقم اللي احنا مفترضينه كلهم فاتحين، فلو انا اديت ستيمولس في اي وقت هو انا اصلا في بوابات صوديوم جديده افتحها مش هيحصل اي حاجه، ما هو اصلا الاكشن بوتنشال ده حاصل، يعني ده ريسبونس موجود حاليا. لو انا اديت اي مؤثر في الوقت ده ما هو اصلا كل بوابات الصوديوم اللي عندي فاتحه، هجيب منين تاني؟ فمش هيحصل اي حاجه. ماشي، فبالتالي نو ريسبونس. يبقى كده عرفنا تفسير اول جزء، يبقى الابسوليوت ريفراكتوري بيريود الاكسيتابيلتي هنا لوست او زيرو، مفيش اكسيتابيلتي، بتبقى دي ماشيه مع الاسندنج ليمب وماشيه مع اول تلت من الديسندنج. ماشي، طب ليه اول تلت من الديسندنج ليمب لسه برضو مفيش ريسبونس؟ واحنا قلنا بوابات الصوديوم بتفضل بتفتح هنا كلها وبعد كده بتقفل هنا فوق. ماشي، وبتفضل قافله في اول تلت عشان البوتاسيوم هيشتغل، صح؟ مش احنا قلنا الحته دي في الاول، قلنا بوابات الصوديوم بتفتح مره واحده وبعد كده بتقفل هنا فوق وتفضل قافله في اول تلت وبعد كده بتفتح تدريجي عشان المره اللي بعدها. ماشي، بس انا لسه في اول تلت فوق، يعني كل مفيش ولا بوابه صوديوم هنا فاتحه، هو هنا بوتاسيوم بس. ماشي، فعشان كده اول تلت ده كل بوابه صوديوم قافله، فبرضه مهما ادي ستيمولس هو مش هيفتح الايه البوابه لان اصلا ده دور البوتاسيوم، فاهم؟ يعني عشان ما يخشوش في شغل بعض. يعني يبقى دلوقتي دي اهم حاجه، يعني الحته دي مهمه في الام سي كيو، يقول لك الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. يعني ريفراكتوري يعني اصلا مقاومه، يعني كلمه ريفراكتوري مقاومه، يعني مقاومه تامه لاي ستيمولس. ماشي، ده تعريفها بالعربي. يعني ابسوليوت ريفراكتوري يعني الوقت اللي هو مقاومه كامله لاي ريسبونس. فالاكسيتابيلتي هنا صفر، بيقول لك ذا نيرف فايبر كانت ريسبوند لاني انذر ستيمولس وات ايفر ذا سترينث، يعني مهما كانت بقى ثري شولد سوبرا ثري شولد اي حاجه مفيش اي حاجه هتدي ريسبونس في الوقت ده. ليه؟ دي ماشيه مع الاسندنج ليمب واول تلت من الديسندنج ليمب. ايه السبب بتاعها؟ بيقول لك السبب هنا بوابات الصوديوم بتبقى في الاسندنج ليمب بتبقى فولي اكتيفيتد، يعني كل بوابات الصوديوم فاتحه في الكيرف في اللي هو في الاسندنج ليمب ده كل بوابات الصوديوم فاتحه لان ده الديبولاريزيشن، وبعد كده بتبقى ان اكتيفيتد في اول تلت ده بتبقى بوابات الصوديوم كلها ايه قافله او ان اكتيفيتد ديورنج الفيرست ثيرد اوف الديسندنج ليمب سو كانت ريسبوند تو ا نيو ستيمولس. ماشي، ما ينفعش ان انا لو اديت مؤثر جديد في الوقت ده مش هيحصل اي حاجه. ماشي، يبقى كده خدنا دلوقتي اول جزئين في الاف الاكسيتابيلتي، قلنا لحد ما وصلنا للفايرنج ليفل هنا الاكسيتابيلتي ايه زايده، يعتبر ان انا بدي زقه للنيرف، لو انا اديت ستيمولس هنا هيبدا يحصل لي ايه، هوصل هيبقى في الاكسيتابيلتي عاليه والنيرف هيستجيب عادي. ليه؟ لان مش كل البوابات الصوديوم فاتحه، لو بعضها بس اللي فاتح، فانا اديت ستيمولس فتح لي بقيه البوابات فعمل لي اكشن بوتنشال، كمل لي الكيرف يعني، فده اسمها الاكسيتابيلتي عاليه. ممكن بقى يسالك يقول لك هنا انا محتاجه 3 شولد ولا سب 3 شولد ولا سوبرا 3 شولد؟ لا، ده انا محتاجه بس هي اصلا في شويه بوابات فاتحه، ده انا محتاجه زقه صغيره اللي هي السب 3 شولد.
ماشي. ده في المرحله اللي هي الايه الاولانيه. يبقى في المرحله دي انا بحتاج سب ثري شولد، هنا بحتاج سب ثري شولد ماشي. طيب في بعد كده وصلنا للفايرنج ليفل الحمد لله، كل بوابات الصوديوم فتحت. طب كل بوابات الصوديوم فتحت دي هل ينفع لو انا اديت ستيمولس هو يفتح لي ايه تاني؟ ما هو كله فاتح فمش هيدي اي ريسبونس. طيب بوابه الصوديوم قفلت في النقطه دي، وبعدين جينا فضلت قافله لحد اول تلت ده كده، كل بوابه الصوديوم ايه قافله. فلو انا اديت ستيمولس برده هنا برده مش هيحصل ريسبونس، فيبقى دي اسمها الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. فالاكسيتابيلتي هنا بتبقى ايه زيرو، مفيش اكسيتابيلتي اصلا، يعني النيرف مش هيستجيب. ايه السبب؟ قلنا السبب في بوابات الايه الصوديوم. طيب نيجي بقى لبقيه الايه الرسمه، بقيه الكيرف بقى بتاع الريبولاريزيشن اللي هو بتاعه الايه البوتاسيوم. بصوا انا عايزه افهمكم حاجه الاول، يعني نقطه كده عشان هتقابلكم. بصوا كلمه ديبولاريزيشن دي عكس الاكسيتابيلتي خالص، يعني كلمه دي كلمه اصلا يعني نورمال اللي هي الحاله الطبيعيه اسمها بولاريزيشن اللي هي حاله الاستقطاب بتاعه النيرف اللي هي حاله الريست ماشي. لو انا عملت ديبولاريزيشن يعني لغيت الاستقطاب دوت، يعتبر ان انا شغاله دلوقتي في اكشن بوتنشال. فلو انا اديت اي مؤثر في الوقت دوت يعتبر انا كده ايه مش بدي تاثير. بصوا سيبكم الحته دي هنقولها بطريقه احسن واحنا بنشرح عشان ما لخبطكوش، عشان مش عاوزين ندخل في تفاصيل قوي برده. نرجع تاني، احنا كنا واقفين عند التلت ده بتاع وقلنا الصوديوم قافل وخلصنا خلاص، ده تبع الابسوليوت ريفراكتوري بيريود اصلا ماشي. بعد كده بدانا البوتاسيوم، دي مرحله الريبولاريزيشن اللي هو بقيه الكيرف بتاع الايه ديسندنج ليم، في مرحله اسمها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود. ريلاتيف ريفراكتوري، ريفراكتوري برده معناها مقاومه، بس ريلاتيف يعني ايه مقاومه اقل شويه. ليه؟ لان الاكسيتابيلتي بتبدا ترجع طبيعي، شايفه اهوت ادي نطلع الكيرف بتاع الاكسيتابيلتي تلاقيه بيبدا يرجع يطلع تاني. بيقول لك الاكسيتابيلتي ريكفر تو نورمال بات ليس ذان نورمال، يعني الاكسيتابيلتي بتبدا تزيد بس ما بتوصلش للنورمال، يعني بتبدا تزيد تدريجيا بس ما بتوصلش للنورمال اللي هي الحته دي ماشي. ودي ماشيه مع بقيه الديسندنج ليم، يعني بقيه الايه اسمها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود. نرجع بقى نشوفها معناها ايه، اهو الريلاتيف ريفراكتوري بيريود دي during which الاكسيتابيلتي جرادوالي ريكفر تو نورمال بات ليس ذان نورمال، يعني اقل من لسه الاكسيتابيلتي ما وصلتش لايه الطبيعي. فعشان كده محتاجه سترونجر ستيمولس، يعني محتاجه ايه ستيمولس لا اقوى شويه عشان يعمل ريسبونس ماشي. طب نقولها تاني الحته دي، الاكسيتابيلتي الطبيعيه محتاجه ثريشولد اللي هو الايه الاستيمولس الطبيعي. طيب لو بصوا لو انا عندي النورمال اكسيتابيلتي اللي هي دي مثلا اللي هي قابليه الايه النيرف ان هو يستجيب لمؤثر، دي بتحتاج المؤثر العادي اللي هو الايه الثريشولد. دي نورمال اكسيتابيلتي بتساوي الثريشولد، الحاجه النورمال ماشي. لو انا بقى الاكسيتابيلتي دي عاليه يعني قابليه النيرف انه يستجيب للستيمولس عاليه قوي، يعني هو بيتلكك عشان يستجيب، فمؤثر ضعيف زي السب ثريشولد مؤثر ضعيف يقدر يعمل لي ايه ريسبونس. قلنا زي الحته بتاعه الزقه اللي في الاول اللي هي قبل الفايرنج ليفل، الحته دي بتكون في شويه بوابات صوديوم فاتحه، فاول ما ادي الستيمولس الجديد هيبدا يعمل لي الايه الريسبونس ماشي. يبقى دي الاكسيتابيلتي عاليه فانا محتاجه ايه سب ثريشولد. طيب لو انا دلوقتي عندي الاكسيتابيلتي قليله، يعني هي اصلا هي مش عاوزه تعمل حاجه يعني، بس في شويه اكسيتابيلتي قليله، فانا محتاجه مؤثر قوي اللي هو السوبرا ثريشولد، مؤثر اقوى من الطبيعي عشان يتغلب على قله الاكسيتابيلتي دي. ما هو الاكسيتابيلتي يعني قابليه النيرف انه يستجيب قليله، هو النيرف اصلا مش قادر يستجيب، فانا محتاج مؤثر لا مؤثر اقوى من الطبيعي عشان يخليه يستجيب. فده بس عشان حته ما نلخبطش، الاكسيتابيلتي عاليه محتاجه سوبرا ثريشولد ولا سب ثريشولد، لا افهمها كده الاكسيتابيلتي النورمال محتاجه ثريشولد. طيب لو انا الاكسيتابيلتي عندي عاليه زي اول حته في قبل الفايرنج ليفل، لا دي محتاجه زقه بس محتاجه ايه سب ثريشولد. طب لا اكسيتابيلتي قليله يعني قابليه، اول ما افتكر كلمه اكسيتابيلتي اترجمها معناها قابليه النيرف للاستجابه بالعربي كده عشان يبقى الموضوع سهل، قابليه النيرف للاستجابه قليله، يعني هو اصلا مش قادر يستجيب، ابقى المفروض ان انا اجيب له ستيمولس اقوى من الطبيعي عشان يخليه يستجيب بالعافيه بقى اللي هو الايه السوبرا ثريشولد. دي الحته اللي مكتوبه هنا اللي هي الريلاتيف ريفراكتوري، بيقول لك الاكسيتابيلتي جرادوالي ريكفر يعني بتبدا تزيد. ما هو الاكسيتابيلتي اصلا كانت معدومه خالص، يعني في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود ما فيش اكسيتابيلتي زيرو. طيب الاكسيتابيلتي بدات تزيد تدريجيا بس يعني بس لسه ما وصلتش للنورمال برده، يعني الاكسيتابيلتي موجوده بس ضعيفه، فانا محتاجه لها بقى ايه سوبرا ثريشولد يعني مؤثر بقى يخليها تستجيب بالعافيه. فده بيحصل في المرحله اللي هو بقيه الديسندنج ليمب،
ماشي، اللي هو بعد التلت بتاع الصوديوم، ما هو ده الديبولاريزيشن، وده التلت بتاع الصوديوم اللي قافل، وبعد كده بقيه الحته دي بقى بتاعت اسمها الايه الريلاتيف ريفراكتوري ايه بيريود. تمام. بيقول لك ايه سببها، بيقول لك ايه السبب اللي مخلي الاكسيتابيليتي تبدا تزيد بس اقل من الطبيعي. بيقول لك بعض بوابات الصوديوم لسه مش شغاله. ما احنا قلنا بوابات الصوديوم بتبدا تفتح امتى؟ بوابات الصوديوم بتفتح، احنا قلنا هي بتفضل قافله من اول هنا لحد هنا، ده ما فيش صوديوم اصلا، بتبدا تفتح تدريجي 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 بس ببطء جدا يعني. فبيقول لك لسه بعض بوابات الصوديوم مش شغاله، فعشان كده الاكسيتابيليتي ما وصلتش للحاله الطبيعيه برضو. طيب تاني حاجه بيقول لك فولتج جيت البوتاسيوم شانلز اوبن ذس انكريز الريبولاريزيشن فورس. بيقول لك ان بوابات البوتاسيوم هنا ايه فاتحه، ما احنا اصلا قلنا البوتاسيوم هو اللي موجود هنا. فبيقول لك انا بقى محتاجه في الوقت دوت عشان ادي ستيمولس ويدي تاثير، محتاجه مؤثر سوبرا ثريشولد، يعني يكون قوي جدا او اقوى من الطبيعي عشان يتغلب على يفتح بقيه بوابات الصوديوم اللي موجوده دي، يفتح لي بقيه بوابات الصوديوم اللي موجوده دي اللي هي بتفتح ببطء، يسرعها شويه، وعشان يتغلب على قوه البوتاسيوم اللي هي بتاعه الريبولاريزيشن. ما هو الديبولاريزيشن عكس الريبولاريزيشن صح؟ فانا دلوقتي عشان اعمل ريسبونس لازم اعمل ديبولاريزيشن. يبقى انا دلوقتي عشان اعمل ريسبونس جديد هنا، عشان مؤثر السوبرا ثريشولد ده يشتغل، لازم هيفتح بوابات الصوديوم اللي هي عماله تفتح ببطء دي، خليها تفتح بسرعه شويه، فيعمل لي الكيرف ده يرفعه كده تاني، وكمان يتغلب على قوه الريبولاريزيشن بتاعه البوتاسيوم، لان هو اصلا ده الكيرف بتاع البوتاسيوم، فلازم يكون سوبرا ثريشولد عشان يتغلب عليه. لو حد مش فاهم التفاصيل دي مفيش اي مشكله، عادي ما يحسش ان هو يعني ناقصه حاجه، هو بس دي تفاصيل للفهم بس. بصوا لازم تكون عارف ان الحاجات اللي انا عاملاها بالاحمر دي مهمه قوي. الريلاتيف ريفراكتوري بيريود دي ماشيه مع بقيه الديستندنج ليمب، وبتبقى الاكسيتابيليتي بتاعتها بتزيد بس بتبقى اقل من الطبيعي، لسه زي النورمال، ومحتاجين سوبرا ثريشولد سترونجر ستيمولس. السبب ان بعض بوابات الصوديوم لسه مقفوله، وانا عشان يحصل ريسبونس لازم افتح كل الصوديوم. طيب وبيقول لك ان بوابات البوتاسيوم مفتوحه، وانا عشان اعمل ريسبونس برضو لازم اقفل البوتاسيوم عشان الصوديوم يشتغل. ماشي. فنرجع تاني للرسمه بتاعتنا، ادي اهوت بقيه الكيرف بتاع من اول بعد التلت ده لحد الاخر، ده بتاع ماشي الاكسيتابيليتي بتبدا تزيد لحد النورمال بس بتبقى اقل من الطبيعي. ماشي. نيجي بقى مرحلتين في الاخر كده مش مهمين قوي، اللي هم السوبر نورمال فيز بتاعه الاكسيتابيليتي والسب نورمال فيز. السوبر نورمال دي ماشيه مع الافتر ديبولاريزيشن. افكركم تاني الافتر ديبولاريزيشن دي كانت ماشيه مع اخر تلت من الكيرف، اخر تلت بتاع الديسندنج ليمب، اخر تلت، وده كان بيخرج فيه البوتاسيوم بس بيخرج ببطء، اسمها الافتر ديبولاريزيشن، خدناها المحاضره اللي فاتت. بيقول لك ان الاكسيتابيليتي هنا بتبقى اسمها سوبر نورمال، يعني ماشيه معاها سوبر نورمال فيز، اسمها سوبر نورمال عشان في حاجه ثانيه اسمها سب نورمال. دي سوبر يعني الاكسيتابيليتي عاليه، مش سوبر دي يعني عالي، فالاكسيتابيليتي هنا اعلى من الطبيعي. اهو رايزز اباف النورمال، يعني اللي هو الحته اللي طالعه فوق، يعني الخط ده النورمال، هي طالعه فوق النورمال شويه. التفسير بقى مش عليكم عشان ما لخبطكوش اكتر من كده. هو الافتر ديبولاريزيشن ماشيه مع السوبر نورمال فيز، وسوبر يعني الاكسيتابيليتي عاليه، سوبر يعني عاليه ماشي، يبقى الاكسيتابيليتي اعلى من النورمال. طيب في حاجه اسمها الافتر هايبر بولاريزيشن، اللي هي الوقت اللي كان فيه البوتاسيوم بيتراكم بره الخليه، فبيخلي في حاله من الهايبر بولاريزيشن. ماشي. فبيخلي حاله من الهايبر بولاريزيشن تحصل، فبالتالي الاكسيتابيليتي هنا هتبدا تقل وبعد كده تطلع للنورمال. مش احنا قلنا البوتاسيوم اصلا ده عكس يعني بيقلل الاكسيتابيليتي، بيقلل قابليه النيرف للاستجابه. ما هو البوتاسيوم ده بتاع الريبولاريزيشن، ما ينفعش يحصل معاه ريسبونس لما البوتاسيوم ده نتخلص منه. ماشي. فبيقول لك ان الهايبر بولار افتر هايبر بولاريزيشن دوت الاكسيتابيليتي بتقل بس بترجع تاني للنورمال. ما هو لازم ترجع للنورمال عشان نبدا مرحله جديده، لما الكيرف ده يتكرر تاني هنعمل نفس الكلام ده تحت. ماشي. فالاكسيتابيليتي هنا بتقل وبترجع تاني للنورمال. ليه؟ لان البوتاسيوم متراكم بره، والبوتاسيوم ده بتاع الريبولاريزيشن، وعشان اعمل ريسبونس لازم اعمل ديبولاريزيشن، فالاثنين عكس بعض، فعشان كده الاكسيتابيليتي بتقل شويه. طيب نراجع بقى تاني عشان المهمين، اول المهمين قوي يعني اللي هو الحته دي. بصوا لحد من اول اللوكال ريسبونس لحد الفايرنج ليفل، دي الفيز اوف الاكشن بوتنشال، وده شكل الاكسيتابيليتي بتاعها، نحفظها في شكل جدول كده اسهل.
اهو لحد ما وصلنا للفايرنج ليفل في شويه بوابات صوديوم فاتحه، انا بس محتاجه زقه صغيره اللي هي بتاعه السب ثريشولد، فالاكسايتابيلتي هنا عاليه، النيرف ده قابل للاستجابه قوي قوي، يعني لو اديته اي ستيمولس في الوقت دوت الاكسايتابيلتي عاليه، فبالتالي ايه هيدي ريسبونس. ماشي، بعد كده وصلنا فتحنا كل بوابات الصوديوم عند الفايرنج ليفل، هنا فتحنا كل بوابات الصوديوم ووصلنا لحد فوق. ماشي، في الوقت دوت كل بوابات الصوديوم فاتحه، وبعد كده نزلنا هنا الصوديوم قفل في اول تلت من الديسندنج ليمب، الحته دي اسمها ابسولوت ريفراكتوري بيريد، الاكسايتابيلتي هنا زيرو، دي مهمه قوي في الام سي كيو. مفيش هنا لو اديت اي مؤثر لو كان سوبرا ثريشولد حتى مش هيعمل حاجه، ليه؟ لان هنا كل بوابات الصوديوم فاتحه في الاسندنج، وهنا كل بوابات الصوديوم ايه قافله في الحته دي. ماشي، وبعد كده خلصنا بدانا بقى في الريلاتيف ريفراكتوري بيريد اللي هو بقيه الديسندنج ليمب، بعد التلت ده كده بقيه الديسندنج ليمب دي اسمها ريلاتيف ريفراكتوري بيريد، دي بيحصل فيها ايه؟ الاكسايتابيلتي بتبدا تزيد تدريجيا بس بتبقى اقل من الطبيعي، ليه؟ لان في بوابات الصوديوم المفروض الصوديوم بيبدا يفتح اه بس تدريجي، لسه بوابات الصوديوم معظمها لسه قافل، كمان ان البوتاسيوم موجود، ده الكيرف اصلا بتاع البوتاسيوم، فكمان البوتاسيوم موجود، فده البوتاسيوم اصلا عكس الايه انه يحصل اكشن جديد يعني. ماشي، دي اسمها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود، وبيكون الاكسايتابيلتي بتاعتها بتزيد بس بتبقى اقل من النورم، هي بتزيد عشان اللي قبلها كان صفر، يعني ايه الاكسايتابيلتي في الابسولوت ريفراكتوري بيريد كانت زيرو اصلا، فهنا الاكسايتابيلتي اه بتزيد بس بتبقى اقل من النورمال، فمحتاجه سوبرا ثريشولد اللي هو ستيمولس اقوى من الطبيعي. طيب نيجي للسوبر نورمال فيز اللي هو احنا قلنا سوبر يعني الاكسايتابيلتي بتبقى اعلى من الطبيعي، ودي ماشيه مع الافتر دي بولاريزيشن اللي هو اخر تلت من الديسندنج ليمب. طب السب نورمال فيز دي بتاع الاكسايتابيلتي بتبقى بتقل وبعد كده ترجع تاني للنورمال اللي هو بتاعه الافتر هايبر بولاريزيشن، وسببها ان البوتاسيوم بيتراكم بره الخليه، فالبوتاسيوم اللي بيتراكم ده بيمنع انه يحصل اكشن جديد، فعشان كده الاكسايتابيلتي بتبدا تقل شويه، بس قلنا الموضوع ده بيخلص بسرعه لان الصوديوم بوتاسيوم بامب زي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت بتدخل البوتاسيوم ده تاني في الخليه، فايه فالموضوع بيرجع نورمال بسرعه يعني. ماشي، يبقى كده ايه مهمه قوي الحته الجدول ده يعني. طيب مهم قوي نعرف الاكسايتابيلتي تشينجز، واعتقد ان هي تتشرح تاني في العمل. ماشي، يبقى كده ده لحد الفايرنج ليفل عند الاكسايتابيلتي بتزيد، وبعد كده الابسولوت ريفراكتوري لحد هنا مفيش اكسايتابيلتي اصلا، بعد كده هنا بتزيد بس بتبقى اقل من النورمال، وبعد كده الافتر دي بولاريزيشن بتبقى اعلى من النورمال اللي هي السوبر نورمال فيز، وبعد كده الافتر هايبر بولاريزيشن بتقل بس بترجع تاني نورمال، نفس الكيرف نفس الشكل بالظبط. ماشي، يا رب نكون فهمنا الحته دي وما يكونش فيها اي حاجه صعبه يعني، او ده نفس الكيرف بالظبط يعني نفس الرسم. طيب ايه بقى فاضل لنا حته عبيطه خالص في المحاضره، هي مش حفظه قوي يعني، ده هي استنتاجيه. عندنا بيقول لك ايه الفاكتورز اللي افكتنج الاكسايتابيلتي والكوندكتيفيتي، ايه الحاجات اللي بتاثر على بقى قابليه النيرف انه يستجيب وانه ينقل الكوندكتيفيتي يعني انه ينقل الكهرباء فيه، يعني حاجات فيزيكال وحاجات كيميكال وحاجات الكتريكال زي ما قسمناها في ايه في انواع الاستيمولس في الاول. اول حاجه الفيزيكال فاكتورز، العوامل الفيزيائيه زي الثيرمال، الحراره، الحراره بتنشط اي عمليه حيويه في الجسم، يبقى الوورمنج اللي هو التدفئه يعني بتزود الاكسايتابيلتي، والكولنج اللي هو التبريد بيقلل الاكسايتابيلتي. ماشي، الميكانيكال قلنا البريشر، الديب بريشر ده بيقلل الاكسايتابيلتي، فاكرين اول سلايد خالص في المحاضره واحنا بنشرح التايب اوف نيرفز تايب اي وبي وسي، وقلنا تايب اي نيرف دوت ده احسن نيرف وعشان كده محتاج حاجه قويه قوي عشان تمنع الكهرباء فيه، وقلنا الحاجه القويه قوي دي اللي هي برولونج الديب بريشر، يبقى الديب بريشر ده بيقلل الاكسايتابيلتي. ماشي، انا بربط لكم بس الكلام ببعضه، ايه بربط لكم المعلومات ببعض. ماشي، يبقى كده عندنا الفيزيكال فاكتور ثيرمال وميكانيكال، الثيرمال اللي هي الحراره، الحراره بتنشط الاكسايتابيلتي والتبريد بيقلل الاكسايتابيلتي، والميكانيكال اللي هو البريشر بيقلل الاكسايتابيلتي، ما عندناش حاجه هنا. ماشي، بعد كده كيميكال فاكتورز اللي هي الحاجات الكيميائيه، عندنا في ادويه وفي عندنا ايونات، الايونات هي المهمه شويه بس هنقول المهم اللوكال انستيزيا. نرجع تاني برضو الاول سلايد اللي هي بتاعه تايب اي نيرف وبي وسي، وقلنا تايب سي ده اضعف نيرف عشان كده اقل حاجه بتاثر فيه، زي البنج الموضعي اللي هي حقنه التخدير الموضعي دي بتاثر على تايب سي نيرف، فيبقى اللوكال انستيزيا بتقلل الاكسايتابيلتي. زي بقى جايب لك امثله الكوكين والزايلوكين والحقن الزايلوكين دي مشهوره قوي، والكوكين والنوفوكين وكده، ميكانيزم بتاعها ان هي بتقفل بوابات الصوديوم فبتقلل الديبولاريزيشن، مش احنا اصلا عشان يحصل ريسبونس لازم يحصل ديبولاريزيشن وبوابات الصوديوم دي تفتح، هو بقى اللوكال انستيزيا بتقفل بوابات الصوديوم دي من الاول. ماشي، فما بيحصلش ديبولاريزيشن بس، فده السبب يعني. ماشي، يبقى دوت ايه اللوكال انستيزيا بتقلل الاكسايتابيلتي. في بقى حاجه ثانيه اللي هي الايونات،
دي انا عاملاها لكم في جدول برضو ومجمعه كده مع بعض اسهل يعني. ماشي. بصوا الايونات بقى احنا عندنا في حاجات كتير قوي، عشان نحفظها هنسهلها لكم بشويه. احنا عندنا الايونات اصلا بتاعه الاكشن بوتنشال مش هي صوديوم وبوتاسيوم، الصوديوم هنا والبوتاسيوم هنا. طيب يبقى لو دول زادوا الصوديوم او البوتاسيوم يبقى انا بزود الايونات بتاعه الكيرف بتاعي اللي هو ما عنديش غيرهم اصلا، لو زادوا هتزيد الاكسايتابيلتي، لو قلوا هتقل الاكسايتابيلتي، صح؟ يبقى انا الصوديوم لو زاد او البوتاسيوم لو زاد هتزيد الاكسايتابيلتي، لو قلوا هتقل الاكسايتابيلتي. كل واحد بقى من دول في حاجه عكسه، الصوديوم عكسه الكالسيوم والبوتاسيوم عكسه الهيدروجين، الاثنين عكس بعض. يعني ايه؟ يعني ايه برضو اللي انت بتقوليه ده؟ ناخد اول حاجه الايه، ناخد الصوديوم والبوتاسيوم الاول. بيقول لك الصوديوم انا كاتبه لكم الايون، ادي الايون اهوت الصوديوم مثلا، وبيزود الحاجه اللي بتزود الاكسايتابيلتي والايه اللي يقلل الاكسايتابيلتي. لو زاد الصوديوم يزيد الاكسايتابيلتي، لو قل الصوديوم يقل. البوتاسيوم نفس الكلام، ماشي. قلنا ليه؟ لان دول هم الايونات بتوع الكيرف اصلا، ما هو الكيرف الاكشن بتنشي عباره عن صوديوم وبوتاسيوم، ماشي. الصوديوم بقى عكسه الكالسيوم ازاي؟ الكالسيوم لو موجود بيقفل الصوديوم، يعني الاثنين بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا مع بعض. يعني لو الكالسيوم زاد هيقفل لي بوابات الصوديوم فيقلل لي الاكسايتابيلتي، ماشي. يبقى انا افهم ان الصوديوم عكس البوتاسيوم، يبقى لو الصوديوم زاد هيزود الاكسايتابيلتي، طب البوتاسيوم لو زاد هيقلل الصوديوم فيقلل الاكسايتابيلتي، فاهمين؟ طيب ناخد مثال، يعني ناخد مثال اللي احنا كاتبينه ده. ايه بيقول لك؟ الكالسيوم لو قل، احنا قلنا الكالسيوم انا ما اعرفش حاجه عن الكالسيوم، انا اعرف صوديوم وبوتاسيوم بس. الكالسيوم ده قلت هو عكس الصوديوم، الكالسيوم قل يعني الصوديوم زاد، يعني الصوديوم يعني بيفتح بوابات الصوديوم، يعني الصوديوم زاد فيزود لي الاكسايتابيلتي. طب البوتاسيوم الكالسيوم لو زاد، انا برضو ما اعرفش حاجه عن الكالسيوم، طب الكالسيوم ده عكس الصوديوم، الكالسيوم لو زاد هيقفل لي بوابات الصوديوم يعني يقلل لي الصوديوم، فالصوديوم لو قل يقل الاكسايتابيلتي. يعني نجيبها بطريقه غير مباشره، ان انا الكالسيوم ما اعرفش عنه حاجه، سالني على الكالسيوم ما اعرفش حاجه عن الكالسيوم، انا اعرف الصوديوم. طب الكالسيوم ده عكس الصوديوم، طيب والصوديوم ده، الصوديوم والبوتاسيوم دول بتوع الكيرف اصلا. فبيقول لي مثلا السؤال بيقول لي هايبر كالسيميا، هاي ما هو مش هيجيب لك بقى زي السهم وكالسيوم كده، لا هيكتب لك هايبر كالسيميا مثلا، يعني هايبر يعني كالسيوم زايد. طب الكالسيوم زايد انا مش عارفه الكالسيوم، انا عارفه الصوديوم. الكالسيوم زايد يعني الصوديوم ايه؟ قل. طب اما الصوديوم قل يبقى المفروض ان الاكسايتابيلتي هتقل، لان الصوديوم دوت هو اللي موجود في الكيرف بتاع الاكشن بوتنشال، ماشي. طيب كده اعتقد بقت سهله. نيجي بقى للايه، للبوتاسيوم. البوتاسيوم لو زاد والبوتاسيوم لو قل، ما تشغلوش نفسكم بالاكسترا سيرا فلويد دي عشان ايه، ما تلخبطوش نفسكم. البوتاسيوم زاد هيزيد الاكسايتابيلتي، البوتاسيوم قل هتقل الاكسايتابيلتي. طيب سالني على الهيدروجين، قلنا الهيدروجين عكس البوتاسيوم. طيب هو برده مش هيقول لي الهيدروجين زاد ولا الهيدروجين قل، في حاجه اسمها الالكالوزس والاسيدوزس. يعني ما هو المفروض ان الهيدروجين ايون دوت ده اللي بتاع الاسيد، ده الايون بتاع الاسيدوزس. فلما الهيدروجين ده يزيد يعني انا في حاله اسيدوزس، طيب الهيدروجين ده زاد، الهيدروجين عكس البوتاسيوم، يعني معنى كده ان البوتاسيوم ده ايه؟ قل. فالبوتاسيوم قل، البوتاسيوم ده موجود في الكيرف بتاع الاكشن بوتنشال، لما يقل يبقى يقل الاكسايتابيلتي. طب لو قال لي حاجه تانية عكسها بقى اللي هي الالكالوزس، الالكالوزس يعني الهيدروجين بتاع الهيدروجين ده بيقل، ماشي. فلما الهيدروجين ده يقل البوتاسيوم هيزيد، انا ما اعرفش غير البوتاسيوم، يبقى البوتاسيوم ايه زاد، يبقى دوت الاكسايتابيلتي تزيد عشان البوتاسيوم دوت موجود في الكيرف بتاع الاكشن بوتنشال، ماشي. فيبقى الهيدروجين دوت ده بتاع الاسيدوزس، بتاع ايه؟ ما هو مش هيقول لي الهيدروجين زاد ولا هيجيب لي الاسيدوزس ولا الكالوزس. الاسيدوزس يبقى انا ما احفظش حاجه، انا افهم ان انا زي ما انا كاتبه في المربع اللي تحت، الكالسيوم عكس الصوديوم والهيدروجين عكس البوتاسيوم. قال لي مثلا اسيدوزس، طيب الاسيدوزس دي معناها ان الهيدروجين ده بتاع الاسيد ده زايد، يبقى طب الهيدروجين ده كان علاقته بايه؟ بمين؟ بالبوتاسيوم. يبقى معنى كده ان البوتاسيوم ايه؟ بيقل. يبقى طب لما البوتاسيوم ده يقل يبقى الاكسايتابيلتي تقل. طب قال لي مثلا هايبوكالسيميا، مثلا هايبوكالسيميا يعني الكالسيوم قل. طب انا اصلا مش حافظه حاجه عن الكالسيوم، بس انا عارفه حاجه عن الصوديوم، الكالسيوم ده عكس الصوديوم، الكالسيوم ده قل، يبقى معنى كده ان الصوديوم ده زاد، فما الصوديوم ده يزيد يبقى الاكسايتابيلتي ايه؟ تزيد، ماشي. سهله قوي يعني، عشان لو جت في الام سي كيو ما تلخبطش. هي اللي احفظ الصوديوم والبوتاسيوم، دول بتوع اصلا الايه؟ الكيرف بتاعي، واعكس بقى مع الكالسيوم والهيدروجين. طيب الاكسجين والسي او 2، لو حاجه مزوده حاجه مقلله الاكسجين او حاجه مزوده السي او 2، ده طبعا هيقلل الاكسايتابيلتي، لان الاكسجين مهم جدا للنيرف وكده. فبيقول لك الاكسجين ليك اللي هو كلمه هايبوكسيا، هايبوكسيا، وكلمه زياده السي او 2 اسمها هايبر كابنيا، هايبر
كابنيا، عشان لو جابها بس بكلمة يعني بمعنى تاني يعني ماشي، هايبر كابنيا. دول بيقللوا الاكسيتابيس، لو اكسجين قل او سي او 2 زاد دول بيعتبروا حاجه يعني حاجه بتاثر على النيرف، فايه هيقللوا الاكسيتابيليتي. اهم حاجه الايونات يعني. طيب ثالث حاجه بقى معانا، احنا قلنا اصلا بنتكلم في ايه، بنتكلم في الفاكتورز اللي بتاثر على النيرف، قلنا الفيزيكال اللي هو والكيميكال والالكتريكال. الفيزيكال اللي هو شرحنا فيهم الثيرمال والايه والبريشر، والميكانيكال اللي هو البريشر، وكيميكال شرحنا اللي هو الدرج اللي هو اللوكال انستيزيا، وشرحنا الايونات دي تبع الكيميكال برده، انا عامله كل نوع بلون معين يعني، وادي الايونز وفهمنا القاعده بتاعتها ايه ماشي. بعد كده الالكتريكال فاكتور بقى حاجه اسمها الالكترونس، دي برده تيجي ام سي كيو يعني. الالكترونس بيقول لك ان احنا لو انا جبت مؤثر كهربي، ده الاستيمولس بتاعي كهربا، يعني لها قطب موجب وقطب سالب، القطب الموجب ده اسمه الانود والقطب السالب اسمه الكاثود ماشي، عشان ما تلخبطوش نفسكم، الموجب هو الانود والسالب هو الكاثود ماشي. ورحت موصلاه، ده النيرف بتاعي هو ماشي، وانا عارفه في حاله الريست المفروض بره موجب وجوه سالب، ده انا واخداه في اول محاضره في المحاضره اللي فاتت ماشي، ده النورمال ماشي. ورحت جايبه الاستيمولس ده موصله موصلاه كده، الناحيه اللي متوصله بالقطب الموجب اسمها ان الكترو، مش هو الموجب ده اسمه الانود، مش القطب الموجب ده اسمه الانود ماشي، ويبقى الناحيه اللي متوصله بيه اسمها ان الكترونس، اخد اول حرفين منها الكترونس، ده اللي هو الايه الكهرباء يعني، ان الكترونس يعني ناحيه الانود. طيب الكاثود اللي هو السالب، القطب اللي متوصل ناحيته اسمه الكات الكترونس، خدت منها برضو اول ثلاث حروف، يبقى الان الكترونس ده اللي ناحيه الانود اللي هو الناحيه الموجبه، والكات الكترونس اللي هو ايه الكاثود اللي هو الناحيه ايه السالبه. في مقارنه بقى انا عملتها في شكل مقارنه برضو عشان تبقى ايه سهله شويه، اهو بيقول لك الان الكترونس ده التشينج اللي بيحصل عند ناحيه الايه الانود اللي هي الناحيه الموجبه. طيب الكات الكترونس ده بيحصل ناحيه الكاثود اللي هي الناحيه السالب. بصوا معايا على الرسمه دي بقى، انا عندي ده الممبرين اهوت، وعندي ده بره موجب وايه وجوه سالب، زي ما احنا عارفين ده النورمال اصلا اللي هي الريستنج ممبرين بوتنشال ماشي. وانا رحت جايبه البطاريه ديت اللي هو المؤثر يعني الكهربي، وله قطب موجب اللي هو الانود وله قطب سالب، ورحت موصله ده كده وده كده، ده اسمه الانود اللي هو الان الكترونس، الناحيه دي بقى اسمها ان الكترونس عشان متوصله بالانود، ودي اسمها الكات الكترونس عشان متوصله ناحيه الكاثود اللي هي الناحيه ايه السالبه ماشي. طيب الناحيه الموجبه دي هتودي الحاله بقى دي اسمها البولاريزيشن صح، مش الريستنج ممبرين، دي اسمها البولاريزيشن يعني حاله الاستقطاب. انا عماله الناحيه الموجبه بقى اللي هي ناحيه الانود دي عماله تنقل شحنات موجبه هنا، شحنات موجبه هنا، شحنات موجبه هنا، يبقى انا عماله اعمل مور بوزيتيف تشارجز ناحيه الايه الان الكترونس. دلوقتي بتكلم في الان الكترونس، عماله هو انا متوصل بالناحيه البوزيتيف، فعماله انقل شحنات بوزيتيف الناحيه دي، فعماله تعمل لي دي الحاله اصلا اسمها بولاريزيشن، ده انا عماله انقل شحنات موجبه على السطح الخارجي ده، ما هو اصلا ده متوصل بالسطح الخارجي، متوصل بايه بالاوتر سيرفيس، فانا عماله انقل بوزيتيف تشارجز، فعماله اعمل هايبر بولاريزيشن يعني استقطاب بزياده قوي ماشي، فبعمل لوكالايزد اريا اوف هايبر بولاريزيشن ماشي. فقلنا الهايبر بولاريزيشن دوت عكس الاكسيتابيليتي صح، مش احنا قلنا يعني الهايبر بولاريزيشن ده علاقته بالاكسيتابيليتي بيقللها ليه؟ لان الهايبر بولاريزيشن عشان يجي المؤثر يعمل اكشن بوتنشال لازم بعمل دي بولاريزيشن، يعني انا بلغ يعني انا اصلا يعني لو انا في حاله بولاريزيشن عاديه استقطاب عاديه، المفروض ان انا بلغي الاستقطاب ده، بعمل ازاله الاستقطاب اللي هو الدي بولاريزيشن ماشي. طيب لو انا عامله بقى هايبر بولاريزيشن يعني ده انا عندي الاستقطاب بزياده قوي، فبالتالي ده النيرف مش هيستجيب في الوقت ده ماشي، فهيقلل الاكسايتابيلتي، هيقلل قابليه النيرف للايه للاستجابه. طيب الكات الكترونس الكاثود ادي اهوت نشرح على الرسمه اهوت، ده الكاثود اللي هو الشحنه السالبه الناحيه السالبه ماشي، قلنا دي التغيرات اللي بتحصل عند الكاثود، ده الكات الكترونس، وعمال ينقل شحنات سالبه عند الاوتر سيرفيس اهو زي ما هو عامل كده، فبيعمل اريا اوف دي بولاريزيشن، هو حتى كاتب عليها اهو اريا اوف دي بولاريزيشن، مش هو اصلا الدي بولاريزيشن بيعكس الشحنات، هو اصلا كان البولاريزيشن البولاريزيشن كان ان بره موجب وجوه سالب صح، الدي بولاريزيشن بقى لما كنا بيجي ستيمولس يروح عاكس الموضوع ده، يخلي بره سالب وجوه موجب، الحته دي اسمها ايه دي بولاريزد او دي بولاريزيشن. فهو بقى ده نفس اللي بيحصل، بيجي شحنات سالبه وهو اصلا البتاع ده متوصل على الاوتر سيرفيس صح، فبيخلي الشحنات السالبه هنا تيجي في الحته دي تعمل لها دي بولاريزيشن
ماشي، فده ده بيحصل عند الكاتليف، انما هنا عمال يزود شحنات موجبه فبيعمل هايبر بولاريزيشن. فبالتالي بقى الاكسايتابيلتي اخبارها ايه بقى؟ لو انا جبت مؤثر قابليه النيرف ده انه يستجيب، لو انا جبت مؤثر هنا وعمال اقول له اعمل ريسبونس عند الحته بتاعه الكات الكترونز دي، هو اصلا في شويه دي بولاريزيشن موجودين، لوكالايزد دي بولاريزيشن، فانا بس محتاجه زقه. يعني لو انا اديت ستيمولس هنا هيكمل الدي بولاريزيشن ده ودي يعمل لي اكشن بوتنشال، لان انا عندي اصلا الاكشن بوتنشال بادئ بدي بولاريزيشن، فانا عندي اصلا اوريدي في لوكال دي بولاريزيشن هنا، فانا لما ادي ستيمولس هيكمل الدي بولاريزيشن ويعمل ريسبونس. فبالتالي الاكسايتابيلتي هنا عاليه، يعني قابليه النيرف انه يستجيب عاليه، فعشان كده الاكسايتابيلتي هنا ايه، في هنا انكريز الاكسايتابيلتي عند الكات الكترونز، انما هنا العكس، الحته دي هايبر بولاريزيشن، يعني ايه؟ يعني قابليه النيرف انه يستجيب قليله جدا لانه اصلا هايبر بولارايزد. ماشي، فانا عشان ارجع للبولاريزيشن وبعدين اعمل دي بولاريزيشن يعني ايه، صعبه جدا يعني، فعشان كده ايه الاكسايتابيلتي هنا قليله، فهي بتتفهم يعني ايه بالمقارنه. ماشي، يعني بضدها تتميز الاشياء فعلا، يعني عمرك ما كنت هتفهم دي الا ما احنا شرحنا دي، صح؟ لان انا قلت لكم ان هنا هنقولها تاني بقى بسرعه عشان ما نشرحش المقارنه تاني، هو نفس الكلام ده، هو نفس الكلام ده، فعلى الرسمه اسهل يعني. هو هنا رسم كل رسمه لوحدها، عندنا الان الكترونس والكات الكترونس. نشرح الكات الكترونس اللي هو الكاثود، يعني الناحيه الايه السالبه، ده قطب البطاريه الموجب وده القطب السالب، وادي الممبرين بتاعي، ادي النورمال اهوت بيكون بره موجب وجوه سالب. انا الحته بتاعه الكاثود ديت اللي هو الشحنات السالبه عماله تتنقل عند الحته دي، فشايف عامل لك حته مظللها اللي هي حصل فيها لوكال ديبولاريزيشن، صح؟ خلى بره لوكالايزد اريا اوف دي بولاريزيشن عشان عمال ينقل شحنات سالبه على الاوتر ممبرين، فخلى الممبرين اللي بره سالب وجوه موجب، فدي الحته الحاجه دي اسمها دي بولاريزيشن. فبالتالي لو انا اديت ستيمولس في الوقت دوت ده يا سلام، يعني ده هو اصلا الاكشن بوتنشال اوله دي بولاريزيشن، فانت كده مساعد نص ماشي نص الطريق اصلا، يعني اصلا في لوكال دي بولاريزيشن، انت بس يا دوبك الاستيمولس ده هيكمل على الدي بولاريزيشن اللي موجود. فبالتالي الاكسايتابيلتي هنا عاليه، يعني قابليه النيرف انه يستجيب عليه، يبقى هاي اكسايتابيلتي، ده عند الكات الكترونس. انما الان الكترونس، فعشان كده حتى هو راسم لك كيرف الاكسايتابيلتي اهوت ايه، بيعالي بيزيد بينكريز الايه الاكسايتابيلتي. طيب هنا بقى في الحته بتاعه الكاسود، هو راسم لك بس هي نفس الرسمه بس واخد كل مربع لوحده، يعني عشان يشرح كل قطب لوحده. طيب الانود دوت اللي هو الايه القطب الموجب، وعمال يضيف شحنات موجبه شحنات موجبه عند القطب ده، فيعمل هايبر بولاريزيشن. فبالتالي الحته دي هايبر بولارايز ده قوي، يعني في بوتاسيوم كتير قوي بره، فبالتالي الاكسايتابيلتي هنا ايه قليله، الاكسايتابيلتي هنا ايه قليله، بتبدا تقل. ليه؟ لان الحته دي هايبر بولارايز، فعشان اصلا انا اعمل دي بولاريزيشن المفروض الهايبر بولاريزيشن ده يرجع يبقى بولاريزيشن، يبقى نورمال، وبعد كده ايه ارجعه تاني ايه للدي بولاريزيشن. يعني عندي المفروض الشحنات الموجبه الكتيره دي ما تبقاش موجوده، ده الدي بولاريزيشن اصلا المفروض بره يبقى سالب، ما بالك انت بقى مزود الشحنات الموجبه بره، عملت تجيب له شحنات موجبه من الانود، فعشان كده الاكسايتابيلتي قليله، فمش هيستجيب للاستيمولس. ماشي، فده كده ملخص الايه الجدول. يبقى كده دي كل اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده. ايه بقى اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده؟ ايه معايا بس 10 دقايق في الفيديو، هو يعني الوقت بالمل يعني. بصوا اللي احنا اتكلمنا على ايه اصلا، دي اخر محاضره في النظري قلنا، وقلنا لازم تكون في مذاكر الاول الاكشن بوتنشال، قلنا قسمنا التايبس اوف نيرفس، قلنا تايب ايه وبي وسي، قلنا تايب ايه ده اقوى واحد، وتايب بي ده نص نص، وتايب سي ده اقل واحد. قلت لكم بس دي هعدلها، دي هتبقى لونج ديوريشن، هعدلها الداتا اللي هبعتها لكم ان شاء الله هعدلها. طيب وقلنا كل واحد بتاثر بايه، واتكلمنا على الحته دي سهله يعني. طيب ماشي، نيجي بقى للاكسايتابيلتي اللي هو قابليه النيرف اللي هو يستجيب للايه للمؤثر، وقلنا الاستيمولس دوت هو التغير اللي بيخلي انه يحصل اكشن بوتنشال، وايه بدايه الاكشن بوتنشال اللي هي الصوديوم، الصوديوم يدخل عشان يعمل دي بولاريزيشن، فاي حاجه تخلي الصوديوم يدخل يبقى دي اسمها ايه استيمولس. وقلنا بيتقسم الكتريكال وكيميكال وايه وفيزيكال. طيب ايه العوامل اللي بتاثر على فعاليه الاستيمولس دوت؟ قوه الاستيمولس ومعدل زياده القوه ديت وديوريشن، وقلنا قسمناها بقى الانتنسيتي ديت لسب ثريشولد وده ما بيديش تاثير خالص، والثريشولد والسوبرا ثريشولد دول بيدوا نفس التاثير اللي هو ايه اللي هو عباره عن اكشن بوتنشال، يعني عشان حاجه اسمها الاول اور نون، قانون الكل او لا شيء. ماشي، اللي هو يا اما استجيب استجابه ماكسيمم يا اما ما استجيبش خالص.
ماشي. فبعد كده قلنا الريت اوف رايز اوف ستيمولس، يعني معدل زياده قوه الاستيمولس دوت لازم يزيد بمعدل معين، لان لو احنا بنزيد ببطء النيرف هيحصل له ايه اكوموديشن وهيتكيف على الكهرباء ديت ومش هيحصل له ريسبونس. طيب والديوريشن، وقلنا حاجه اسمها سترينث ديوريشن كيرف اللي هو العلاقه بين القوه المؤثر والوقت المستخدم، وقلنا دي علاقه عكسيه، كلما زادت قوه المؤثر فبيستهلك وقت اقل. وقلنا الثلاث تعريفات المهمه اللي هو المينيمال تايم اللي هو اقل وقت لازم لاحداث تاثير مهما كانت قوه المؤثر، لازم يكون في شويه وقت كده مثلا 5 مللي سكند يعني اي حاجه، يعني ده اقل وقت لازم عشان يحصل ريسبونس مهما كانت بقى قوه المؤثر، لازم ناخد الوقت ده الاول. بعد كده خدنا المينيمال سترينث اللي هي الريو بيز، ودي اقل قوه ممكنه عشان يحصل تاثير مهما كانت الايه الديوريشن. طيب بعد كده الكروناكسي، قلنا دي هي كرونو يعني دي تايم اصلا، ده عباره عن وقت المستخدم لو احنا استخدمنا قوه ضعف الريو بيز. ادي اهي القوه اللي ضعف، ادي الريو بيز اللي هي الخط الاحمر ده، وادي ضعف الريو بيز اهيت، ضعف الريو بيز التايم بتاعها بقى اسمه الايه الكروناكسي، ودوت بيستخدم كمقياس للاكسايتابيليتي. يعني لو زاد بتبقى علاقه عكسيه، يعني لو زاد الكروناكسي بتقل الاكسايتابيليتي والعكس بالعكس. طيب الاكسايتابيليتي تشينجز بقى دي اهم حته في المحاضره، وقلنا ديت المفروض بنعرف كل مرحله والاكسايتابيليتي بتاعتها يعني هل عاليه ولا قليله. قلنا في الاول خالص لحد قبل الفايرنج ليفل الاكسايتابيليتي هنا عاليه، لان في شويه صوديوم فاتح، شويه بوابات صوديوم فاتحه، فانا بس محتاجه زقه صغيره اللي هي لو انا اديت ستيمولس هنا هيعمل لي ريسبونس، فهنا الاكسايتابيليتي ايه عاليه. طيب نيجي بعد كده مرحله اللي هي الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، الابسوليوت دي في الاسندنج ليمب واول تلت من الديسندنج، دي بتكون الاكسايتابيليتي هنا ايه زيرو، مفيش اكسايتابيليتي اصلا، ما بيستجيبش لاي مؤثر مهما كانت قوته. ليه؟ لان هنا كل بوابات الصوديوم فاتحه وهنا كل بوابات الصوديوم قافله، فمفيش اي حاجه هتحصل. طيب نيجي بقى للريلاتيف ريفراكتوري بيريود، الاكسايتابيليتي بتزيد بس بتبقى اقل من الطبيعي، اللي هو بقيه الديسندنج ليمب الاكسايتابيليتي بتزيد بس بتبقى اقل من الطبيعي. ليه؟ لان في بوابات الصوديوم المفروض هنا بتبدا تفتح من اول هنا، بوابات الصوديوم بتبدا تفتح بس معظمها لسه ايه قافل، وكمان ان بوابات الصوديوم دي هي المسؤوله عن ان يحصل اصلا اكشن بوتنشال ويحصل ريسبونس. طيب وهنا كمان بيكون البوتاسيوم كله فاتح، فكمان البوتاسيوم دوت بيعاكس انه يحصل اكشن بوتنشال، يعني ما ينفعش ندي ريسبونس جديد يعني. فبالتالي الاكسايتابيليتي بتزيد عشان هي كانت هنا صفر اصلا، هي كانت فوق صفر، بتزيد شويه بس بتبقى لسه اقل من الطبيعي. بعد كده في بقى مرحله اللي هي الافتر ديبولاريزيشن، دي اللي هي اخر تلت هنا، ودي الاكسايتابيليتي هنا بتزيد اكتر من نورمال، ماشيه مع السوبر نورمال فيز. سوبر قلنا سوبر يعني الاكسايتابيليتي اعلى من الطبيعي. بعد كده الافتر هايبر بولاريزيشن اللي هي الحته اللي نازله تحت دي، هنا برضو الاكسايتابيليتي اسمها سب نورمال، سب نورمال فيز او سب نورمال بيريود، الاكسايتابيليتي هنا بتبدا برضو نفس الشكل بالظبط، بتقل وبترجع تاني لايه للنورمال. ليه؟ لان البوتاسيوم بيكون متراكم بره الخليه، فعلى ما الصوديوم بوتاسيوم بام بترجعه تاني جوه الخليه ونرجع للنورمال، فتراكم البوتاسيوم بره دوت بيعمل شويه هايبر بولاريزيشن بيقللوا استجابه النيرف في الوقت دوت لايه للاستيمولاي يعني. فعشان كده قلنا هنا محتاجين سوبرا سبستري شولد، يعني اي مؤثر ضعيف بس محتاجه زقه صغيره. هنا في الافتر دي بولاريزيشن محتاجين سوبرا ثري شولد. ليه؟ قلنا لان الاكسايتابيليتي اقل، هي بتعلى بس اقل من الطبيعي، الاكسايتابيليتي هنا اقل من النورمال، فانا لا انا محتاجه بقى حاجه اقوى شويه سوبرا ثري شولد عشان تزقها بالعافيه وتوصلها لايه الاكشن بوتنشال. ماشي. وقلنا هنا طبعا مفيش اي ستيمولس ايه في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، هنا اصلا لو جبت لها ايه حتى مش هيعمل لها ايه افكت. طيب والسوبر نورمال فيز برضو دي بتبقى الاكسيتابيلتي اعلى من الطبيعي، دي ممكن تحتاج السب ثري شولد، يعني مؤثر ضعيف. ليه؟ لان الاكسيتابيلتي عاليه جدا اصلا. طيب والسب نورمال الاكسيتابيلتي قليله بس بترجع للنورمال تاني. ماشي. نرجع بقى تاني، خلصنا الحته دي، نيجي بقى للفاكتورز اللي هي بتاثر على الاكسيتابيلتي. اول حاجه الفيزيكال هي الحراره والايه والبريشر، تاني حاجه الكيميكال الانستيزيا، وبعد كده الايونات. قلنا اهم قاعده اللي هي الكالسيوم عكس الصوديوم والهيدروجين عكس البوتاسيوم، الصوديوم والكالسيوم البوتاسيوم اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم دول لو زادوا هيزودوا الاكسايتابيليتي، قلوا هيقللوا الاكسايتابيليتي. بعد كده بقى لو سالني على الكالسيوم، الكالسيوم ده علاقته عكسيه بالصوديوم، يعني لو قال لي الكالسيوم زاد هايبر كالسيميا، الكالسيوم ده زاد يعني الصوديوم قل، يعني الاكسايتابيليتي قلت. ماشي. مثلا ناخد مثال على الهيدروجين، الهيدروجين بقى هيقول لك اسيدوزس والكالوزس، الاسيدوزس يعني الهيدروجين بيزيد، الكالوزس يعني الهيدروجين بيقل. طيب الاسيدوزس الهيدروجين زاد،
طيب الهيدروجين ما اعرفش حاجه عن الهيدروجين. هو قال لي في السؤال اصلا اسيدوزس، ماشي انا عارفه ان الاسيدوزس دي معناها انكريز الهيدروجين، يعني معناها ان البوتاسيوم قل، يعني معناها ان الاكسيتابيلتي ايه هتقل، ماشي يبقى افكر كده يعني. والاكسجين لو قل والسي او 2 لو زاد دول يعتبروا ايه حاجه تقلل اي عمليه حيويه في الجسم، مش الكوندكشن بس يعني مش كهربا بس، اللي هو الهايبوكسيا والهايبر كابنيا. عايزه اقول لكم شويه مصطلحات هنا كهايبو عشان بس لو جت هايبر كالسيميا وهايبو كالسيميا. هنا الصوديوم بقى لو زاد يبقى اسمها هايبر ناتريميا وهايبو ناتريميا. البوتاسيوم هايبر كاليميا كاليميا وهايبو كاليميا. الهيدروجين هيقول لك اسيدوزس والكالوزس. والاكسجين لو قل هيبقى اسمها هايبوكسيا، وسي او 2 لو زاد هيبقى اسمها هايبر كابنيا. ماشي انت بقى هدي بتيجي ام سي كيو يعني، والقاعده دي هي اللي هتحل يعني. طيب الالكترونس بقى اللي هو الالكتريكال فاكتورز اللي هي العوامل الكهربيه، قلنا ان الكترونس وكات الكترونس حسب الانود انهي متوصل بالانود وانهي متوصل بايه الكاثود. قلنا الانود ده القطب الموجب والكاثود ده القطب السالب. الانود بينقل شحنات موجبه هنا والكاثود بينقل شحنات سالبه هنا، فهنا هيعمل هايبر بولاريزيشن وهنا هيعمل دي بولاريزيشن. الدي بولاريزيشن ده حاجه حلوه في الاكسايتابيلتي، يعني بيزود الاكسايتابيلتي. ليه؟ لان يعني النيرف هيستجيب بسرعه للستيمولس لان في شويه دي بولاريزيشن موجودين، فانا بس هكمل عليهم. فالاكسايتابيلتي هنا ايه بتزيد، انما هنا في الهايبر بولاريزيشن هنا في شحنات موجبه كتير قوي بره، فبالتالي لو انا اديت ستيمولس مش هيدي تاثير فالاكسايتابيلتي هنا بتقل. ماشي دي برضو نعرفها عشان لو جت ام سي كيو. الان الكترونس بيزود الاكسايتابيلتي وكات الكترونس بيقلل الاكسايتابيلتي، العكس يعني، هي العكس. هي انا شرحت ان دوت هو السالب وده الموجب، يعني هو المفروض يعني يعكسوها انتوا، يعني الموجب اهيت فالمفروض هيحصل هنا هايبر بولاريزيشن، فهي هايبر بولاريزيشن هي فالاكسايتابيلتي تقل زي ما هو عاملها في الرسمه. هنا هو شرح نفس البتاع بس ايه بس واخد دي لوحدها يعني، فهنا في شحنات سالبه فدي اسمها دي بولاريزيشن فمزود الايه الاكسايتابيلتي. ماشي كده خلصنا، يا رب تكونوا استفدتوا كده. منهج النظري خلص، فاضل الجزء العملي بس. اي حد مش فاهم اي نقطه في اي حاجه في الموضوع الريستنج برين بوتنشال او الاكشن بوتنشال او المحاضره بتاعه النهارده يبعت على الاكونت بتاع نجاح، وان شاء الله هنرد عليه، او اي سؤال يعني في اي حاجه يعني. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا، وربنا يوفقكم في الامتحان وبقيه الامتحانات وفي الفارما وفي كل حاجه يعني ان شاء الله، وان شاء الله تعدي على خير يعني. بس كده.